محمود عايز ايه من ام محمود؟ يا اخي تعالى اقف جنبي شويه عشان تساعدني. اساعدك ايه يا اخي بلانيلة؟ ده الشبك اللي طالع افضل من دماغك. وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي الماتور وبس. عمرك شفت ماتور تنام جنبه وانت مطمن؟ طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك، بس لو حد سأل على محمود ابقى فرجه على الماتور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده، حوت ده ولا ايه يا سالم؟ ده صوت حوت. حوت ايه؟ الصوت جاي من المركب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، انت عملت كده ليه؟ ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيتفشوا. ما تقلقش نفسك، انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها. هخش اكتم لك نفس امه حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في الموتور؟ زودت السرعه؟ انت ما شفتش خدنا الطريق اسهل ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك، انت كسبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طف يا سالم، احنا بنولع. الله يخرب بيتك، ليه بقت افكارك؟ الله يحرقك ويحرق. هي دي مركب ولا ايه؟ والله ما خدنا سمكة من قلب البحر يا باشا. اللي جابك هنا؟ والله ما خدنا سمكة. ايه ده، هات العيال دي. تعالوا تعالوا تعالوا. انا جاي معاك، انا جاي. ما عملناش حاجة. انت عندي والله ولا سمك. الحكومة صاحية تقول لي لازم اصطاد وقار. نفعك بايه الوقار يا اخويا؟ ها؟ والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة. سعادة الباشا في سوء تفاهم، والله ما خدنا سمكة من قلب البحر. يا باشا ده لو في سمك في البحر اساسا. يا باشا هو في سمك هيقعد في الدوشة دي؟ اكيد طفش. يا باشا هو ده الموتور، هو ده الموتور اللي هيبقى قنبلة الموسم. قنبلة يا فندم؟ قنبلة؟ الله يخرب بيتك بقى، دي الكلمة اللي افتكرتها من كل اللي قلته لك. يا باشا هو ما يقصدهاش بالمعنى الحرفي، هتلبسنا قضية إرهاب. بيقول إرهاب؟ إرهاب؟ يا رب نخرص كلنا في اليوم الأكبر ده. يا باشا أنا متوتر وخايف، أنا خايف أقول تنظيم القاعدة نروح في 60 داهية. محدش يقول له بقى إن المركب اتحرقت، هو أكيد سمع. تمام عليك يا باشا، أنا لسه راجع من المصنع ورايح على المكتب على طول. المتهمين متأمنين وعلى وصول يا باشا. لا، اللي أنا عرفته إن الحرس الجمهوري لغى الزيارة بعد الانفجار على طول. الرئيس هيطلع على شركة أبو قير وبعد كده على برج العرب. يا باشا الموضوع ده يتحسب لنا، إحنا أحبطنا الانفجار قبل الزيارة. تخيل حضرتك لو كانت القنبلة انفجرت والرئيس في الموقع. أيوة، ما هم أصلهم كانوا مخططين إنهم يتسللوا بيها للمصنع. لا محدش اعترف، بس التحقيقات هتبدأ أول ما نوصل على طول. بس الموضوع باين يا باشا، محمود ده كان واضح ان هو بيعد العده من زمان علشان يعمل العمليه دي، وكان مقرر ان هو يهرب بعد التنفيذ على طول. ايوه يا باشا عندي الادله على الكلام ده. انا كمان حرست من على الجهاز بتاعه رسومات هندسيه. لا لسه ما اعرفش طبيعتها، بس هبعتها للادله الفنيه عشان يفحصوها على طول. اكيد يا باشا دي خاصه بالقنبله اللي انفجرت قبل ميعادها. يا باشا المعلومات اللي جمعناها عن محمود بتقول ان الراجل ده عنده دوافع قويه جدا انه يعمل العمله المهببه دي. لا شريكه ما نعرفش عنه حاجه خالص. ما تقلقش سعادتك، قبل الظهر ان شاء الله هيكون عند سعادتك تقرير كامل باللي حصل عشان حضرتك تطلع بنفسك وتعلنه في وسائل الاعلام. الناس لازم تعرف ان البلد فيها امن صاح يا باشا. حاضر يا فندم، تمام هيحصل. هو بس ما كناش متخيلين ان الموضوع هيتطور كده. هو بس اصل سعادتك، انا اسف يا فندم اسف، هو بس كنت بحاول اشرح وجهه نظرنا يا فندم. متشكرين يا فندم، متحرمش من حضرتك، وفي انتظار توجيهات سعادتك. شوف يا ياسر، الولدين بتوع المركب هيتحولوا للنيابه النهارده فورا. ايوه يا فندم، بس احنا لسه بنستكمل الاعترافات، واول ما نجهز هنحولهم نيابه امن الدوله العليا في اسكندريه. مفيش اعترافات ومفيش نيابه امن دوله عليا من اساسه،
هنحولهم للنيابة هنا في رشيد بتهمة مخالفة قانون الصيد وحيازة مواد متفجرة. ده إذا كنت متأكد إن كان معاهم فعلاً مواد متفجرة. طبعاً متأكد يا فندم، وتقرير المعمل الجنائي هيأكد ده. بس إزاي هنحولهم بالتهمة دي؟ أمال فين تهمة التخطيط لاختيار رئيس الجمهورية؟ دي تهمة مؤكدة. اللي هم عشان وصلوا لكام صحفي وكام برنامج هيهوشونا. ياسر حاسب على كلامك معايا. مش كام جورنان وكام برنامج هيهوشونا. أولاً أنا وأنت عارفين إن القضية دي في شنك. خصوصاً إن زيارة الرئيس ما كانش معلن عنها واتلغت من بره بره. يعني القضيه مش هتصمد قدام اي نيابه ايا كان اللي ماسكها. ثم ان الاعترافات اللي انت جايبها دي ممكن محامي تحت التمرين يوقعها بضفره. اوعى تفكر انا سايبك تشتغل بمزاجك من غير ما تابعك. لا، تبقى غلطان. ثم اننا لو عايزين نوظف القضيه دي سياسيا فالتوقيت مش مناسب. انا هفهمك بس علشان مقدر حماسك. لو الجرايد كلها والبرامج كلها بتصور للناس ان الشعب هيحس بالضياع لو الرئيس جراله حاجة، ده حتى اللي بيعرضوه شايفينه احسن من جمال مبارك ابنه لو مسك الحكم. انت بتقراش جرايد؟ بتوع المعارضة بيكتبوا كده. قريت يا فندم. احنا بقى في وسط ده كله نطلع على مؤاخذة زي اسمه ايه ونقول ان اتنين من عامة الشعب قرروا يغتالوا الرئيس اللي هو حبيب الشعب. بس دول مش من عامة الشعب، دول اكيد مسوقين ومتمولين من بره. انت فاهم لما نقول كده الناس هتبصم بالعشرة؟ انت مش عايش في البلد دي ولا ايه يا ياسر؟ هيطلع 1000 برنامج و1000 جريدة و70 ألف مدون وناشط سياسي ويروح يصوروا عشة مسالم وبيت محمود وهاتك يا حكايات وذكريات ويقلبوا في حكايتنا مع ابوه واخوه ويصوروا للناس ان اللي بيفكر يغتال رئيس الجمهورية بسبب أمن الدولة واللي بيحصل من أمن الدولة. يعني بدل ما نكون سبب في حماية الرئيس نكون سبب في تحريض الناس على اغتياله. فهمت يا ياسر؟ فهمت سيادتك. لو سمحت بقى عايزك تفض السيرك اللي بره ده بأي طريقة. تمام سيادتك. خدي يا حبيبتي، خدي الحتة دي كمان عشان ترمي عظمك. ربنا يجعلك سبب وتنصفي كل المظلومين زي ما كنت السبب في نصفة ابني. برضو مش عاوزة تصدقيني يا طنط. طب والله العظيم أنا ما كانش ليا يد خالص في طلوع ابنك. ابنك طلع نفسه. لا العفو، وهو لو أن سيادتك ما جبتيش سيرة في النيابة للي حصل لي من ضباط أمن الدولة كنت خرجت السنة دي. يعني إيه؟ أمال أنت طلعت إزاي؟ يعني الأستاذة دي ما وقفتش كده قدام القاضي وقعدت تقول يا حضرات القضاء يا حضرات المستشارين إن هذا المتهم المايل أمامكم وكده يعني؟ معلش اعذريها، أصل عمرها لا راحت محاكم ولا نيابات. الغلطة غلطتها بقى. لو كانت راحت معايا في كل حبسة من الحبسات اللي فاتت كان زمانها تعرف الفرق بين النيابة والمحكمة. يا سلام يا اخوي، فرحانين قوي كلكم انكم بقيتوا رد سجون ومعتقلات وانا الجهله في وسطيكوا. لا صحيح، انا عايزه افهم انت طلعت ازاي ما دام الاستاذه اللي كانت حته وداخله على التانيه دي ما فتحتش بقها طول الوقت وفضلت ساكته. ايه عايزه ايه يا ابني؟ حقها بالميه. ميه كمان؟ اتفضلي. الله يا حبيبتي اسم الله. عيني. وعلى فكرة لو مت هي مسامحاكي في السدرين، أنا لأ. ما تفهمني بجد بقى. شوف يا طنط، ابنك وقف قدام وكيل النيابة وبكل هدوء من غير ما يترافع ولا حاجة قال له سيادتك هو ينفع يبقى في جريمة من غير جسم جريمة؟ يعني احنا فعلا لو زي ما بيقولوا البهوات خالفنا قرار منع الصيد ولوثنا البيئة البحرية، طب هي فين المركب اللي كنا بنصطاد فيها؟ طب ليه ما قبضوش علينا واحنا جوه المركب يا باشا؟ ما انت عارف ان المركب غرقت لانها اتحرقت بعد ما الموتور انفجر. والله ده الكلام اللي هما بيقولوه سعادتك، لكن ايه الدليل ان ده حصل؟ افرض سيادتك ان الحكومه عايزه تلفق ليها تهمه واحنا قاعدين على القهوه، مش بيحصل سيادتك؟ بس انت لسه من شويه قايل انك لوثت البيئه البحريه، مش ده اعتراف برضه؟ بهزر طبعا يا باشا، هو في حد هينزل تحت المايه يخبط راسه في الشعب المرجانيه؟ طب ايه راي سيادتك لو جبت لي اي شعبه مرجانيه دلوقتي قصادي ما اقدرش اميزها عن اي شعبه ثانيه؟ هي رشيد فيها شعب مرجانيه. جميل قوي.
يعني انت جاي النيابه علشان تهزر يا باشا؟ مش القصد، بس الواحد من كتر تلفيق التهم خرج عن شعور. انا زي ما سيادتك شفت خريج هندسه قسم ميكانيك، مال انا ومال الصيد؟ صحيح البلد ما فيهاش شغل، بس يعني هشتغل اي شغلانه زي زمايلي، اهواجي على تاكسي مبيض محاره، لكن هروح ارمي نفسي في البحر وانا ما بعرفش اعوم يا باشا؟ ما تجيش يا ابن اللذين يا محمود. اتعلمت الكذب ده كله فين يالا؟ هزعل منك قوي يابا لو قلت لي ان الصيد مانجا. والله يا ابني هو في البلد دي الصيد ما عادش مانجاه، لكن برضه ما قلتليش مين اللي علمك الكذب ده يالا؟ الحاجة ام الاختراع يا حاج. هو السؤال ازاي منى سكتت عليك وانت بتكذب؟ وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ اهو بقى اخلاقيات المحاماه، ما ينفعش اعمل اي حاجه تضر بموكلي. لا بقى كان يشكلني في النقابه والنقابه توقفني، وانا بصراحه واخد الموضوع قضيه. لا لا لا، انا ما عنديش اي استعداد اضيع قضيتي عشان واحد مصر ان هو يكذب. هو حر يكذب. عمري ما هنسى منظرك في السلام بتحول الانسان. عارفه انا من ذهولي ما لحقتش اصورك، كنت محتاج الكليب ده قوي في اسكندريه. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، اكيد امن الدوله صور، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في اول حبسه ليك هيدوكي 5 نسخ مراية. انت هكمل الصدر ده ولا اكمله انا؟ وبالنسبة للرز اشوف وشك بخير يا حاج. بالسلامة يا حبيبي. اوعى تنسى تتشغل وتنساني، لازم تطمني. انا اقدر يابا، اول ما هوصل هكلمك. طيب خد دول معاك. كم دول؟ والله ما كان لي لازمة يا حاج، كان نفسي أقولك مستورة بس انت فضحني بقى. ما تنفع وقفتنا وانظر. معقول يا عمي؟ هو ده أسلوب تديله فلوس ولا موجود؟ وبعدين ده هيشتغل معايا، يعني هياخد فلوس من تحت الحساب. محمود عيب، رجع الفلوس لبابا. خلي فلوس يا محمود. معلش يا شافع، ابقى قبضه في ميعاد القبض بتاعه. قبض ايه ومعاد يا حاج؟ دول 200 جنيه. انت عارف اللي يشوف الحوار ده يقول ان انت غابزني ب2000 على الاقل. ولا قالوا لك عليها حرامي؟ خد الفلوس قبل ما اغير رايي. ها اسمع، جوز اختك واطي، لو عطاك قرش هيزيل لك بيه. اهو في دي بقى يابا عندك حق. يبقى وصل الحضن ده للحبايب يابا. ها استنى يا ولد، تعالى هنا اهو يا واد التوهان. انت يا واد التوهان تعالى هنا اهو. تعالى. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. سلامه ماما. جاك مود، انت اكبر مني. تعالى يا قلب امك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا كفايه ما يا بابا، انا عارف اللي فيها. ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طول عمرك جدع. ادخل. عليك يا باشا، عامل ايه؟ ازيك يا كامل؟ اتفضل. سلام عليك. بص يا كامل، اعرفك باشمهندس محمود اخو مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا عينت هنا في الشركه نائب رئيس مجلس اداره. ايوه بس انا مش عارف لسه هشتغل ايه. اصبر يا عم، شغلانه بسيطه. انت هتروح المينا مع كامل، هتستلم الكونترات اللي جاي لنا فيها البضاعه من الصين وتايوان. كامل هيعلمك ازاي تخلص اوراقها من الجمارك والمينا. بس هي بس عايزه حمار شغل. ما اقصدش يعني، قصدي اقول لك انها شغلانه ما تخوفش، بسيطه. هتتمرن مع كامل 2-3 مرات لحد ما تبقى تمام في الشغلانه. بس كده؟ وانت تشتغل ببلاش. انت شغال واخد مرتب قد كده. وبعدين لعلمك بقى انا في الشغل واسال كامل، ما اعرفش ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اي والله الباشا كده بتاع شغل. خلاص بقى كامل، هنقضيها رغي ولا ايه؟ عايزك تاخد الباشمهندس محمود سياده النائب وتسلمه كشوف الصيدليات اللي بنشتغل معاه في جميع المحافظات. ده اهليه، منوفيه، شرقيه، كفر الشيخ. بس مفيش بس، انا بخفف عنك الشقه بقى. خلاص يا كامل، انت ما بقتش حمل جري محافظات وجري مراكز، ما ينفعش. بس انا ما اشتكتش. يو كامل، عمولتك محفوظه، وبعدين شايلك للتقيله. احنا خلاص فتحنا شغل في مصر كلها، هنغزو القاهره والصعيد بالكامل يا كامل. بجد يا باشا؟ وانا بهزر يا ولا. امال ايه؟ علشان تعرف ان انا شايلك للتقيله وده اسلوبي.
معلش بس ان انا قطعت كلامكم عن المستقبل، بس انا مش فاهم، هو احنا ليه بنبيع لصيدليات بس؟ هو احنا بنستورد ادويه من بره؟ شفت يا عم، سياده النائب قال لك احنا عارف شغله في الشركه صحيح. بص يا اخويا، احنا مش شغال مع الصيدليات بس، الصيدليات مش كل شغلها ادويه، لا، في حاجه اسمها اجهزه طبيه، ادوات مكياج، معرفش ايه للضوافر، معرفش ايه للعينين، منبهات لعب اطفال، وحاجات كتيره قوي. احنا بقى بنستورد الحاجات دي من بره ونوزعها مباشره للعملاء بتاعتنا في المراكز والقرى والنجوع والمدن البعيده اللي هم ما يقدروش يوصلوا للشركات الكبيره في اسكندريه والقاهره. تمام، وربنا يجعلنا كلنا لقمه خير لبعض ان شاء الله. ايوه، ربنا يبارك فيك. استهم بقى بينا، اسلمك الشغل ابو حنف. يلا بينا يا استاذ كامل. الاذن. سلامكم معاكم. السلام عليكم. اتفضل يا سياده النائب. اتفضل يا غالي. مساء الخير يا باشا. ازيك يا سيف باشا؟ ازاي ما عليك؟ اتفضل. ايه الاخبار؟ كله تمام. كله تمام؟ تمام. بقول لك ايه يا باشا؟ انت اللي متابع الواد ده؟ اه، ده عنصر ناشط عندنا. بس ده يسار يا باشا. انا عارف انه يسار. انا استغربت ان معاليك طلبت ملفه. يعني قلت لا يكون قلب جماعات اسلاميه من ورانا ولا حاجه. لا، انا بسال عنه عشان حاجه تانية خالص. خدمة كده لحد حبيبي يعني. بتقدم لأخته عاد صاحبي. هو الواد ده تقدم لأخته الدكتور شامل؟ أنا فاكر إن الموضوع يعني كان هزار وهيعدي. إيه ده؟ ده أنتوا صحيين ما شاء الله. تمام، حاجة تفرح والله. طب مش سيادتك كنت طلبت مني أنا الموضوع ده كنت قمت بيه، يعني بدل ما عليك تعطل نفسك. أصل بص، راجية دي أنا اللي مربيها، يعني ممكن تقول كده تخصني أكتر ما تخص أخوها. فقلت يعني إن أنا اشوف ملف بنفسي. على فكره الواد ده كان مشرفنا هنا من كام يوم. هنا سيادتك سمعت عن قضيه الرئيس بتاعت رشيد؟ اه، طلعت في شنك دي. مالها؟ الواد اللي كانت مسك فيها ده طلع اخوك كبير. الواد ده له ملف عندنا هنا؟ ليه ملف في مصر؟ لأنه كان بيدرس في هندسة القاهرة. إن شاء الله. دول مقسمين نفسهم بقى. الوالد في رشيد وكل ولد في حتة. حاجة تفرح والله. ما عليك تؤمر بشيء تاني؟ لا، ما نستغناش. بس طبعًا لو احتجت حاجة هطلب. أنا تحت الأمر. الله يخليك. على إذن عليك. اتفضل. الراجل اتأخر ليه؟ انت مش قلت لي زمانه على وصول؟ وبعدين بقى يا ست، ان الله مع الصابرين. هو بمزاجي تلاقيه اتأخر في القطر. انا لسه مكلم الرئيس بتاعه في بورسعيد، قال انه شيك عليه وقال انه خلاص داخل علينا. اهدي كده. ها؟ اهدي. اهدى ايه بس يا عم؟ انا مش قلت لك قبل كده تبقى تشيل حاجتي عشان اما اجي الاقيها على طول؟ ما انت ما دفعتيش عشان احجزها لك، اديتها لزبون تاني. يعني يرضيكي حالي يوقف؟ طب خلاص خلاص، يعني انت عايز تقنعني
انك مش مدكن حاجه كده لدماغك في اي حته. اعوذ بالله، انا ماليش في البلاوي دي، ربنا يتوب عليكي منها. يا راجل سلام عليكم. سلام ورحمه الله. مش حضرتك الاستاذ محمود برضو؟ ان شاء الله. جيت في وقتك، قبل ما بسلامتها تعمل لي فضيحه في الصيدليه. خلصني، بقول لك مش قادره خلاص. حاضر حاضر، مش لما اقفل باب الصيدليه عشان استلم الحاجه والراجل. خد حقك وخلصني، بقول لك خلاص مش قادره، دماغك تتفتك. خلاص خلاص، اقفي عند الباب وربنا يستر. مش وقت الكلام ده، هاته وانا همساعد معرفتي. هتاخديه كله؟ هبقى اخزره بمعرفتي عشان ما تزلش ليك. طيب طالما معاكي تمنه يبقى براحتك. ايه ده يا بنتي؟ انا مش جواهرجي. في ايدك ده ساوي اكتر من تم الحبوب دي بكتير. خده ومش هتندم. ما فوقلك بس هنبقى نتحاسب. بس يعني بس ايه؟ خليك حلو وما تخلينيش اعلي صوتي. قسما عظما لو طلع فالصو لكون فضحك فضحت القطط يا بنت الكلب يا شمامه. شمامه ايه بس يا عم الحاج؟ هي بتطحن الفياجرا وبتشمها ولا ايه؟ هو في دماغ جديده نزلت في البلد واحنا ما نعرفهاش؟ بتفهم في الذهب يا عم؟ ذهب ايه بس؟ انا سامعك تقول فياجرا ومش عارف، هو في فياجرا حريمي؟ في ايه بالظبط؟ فياجرا حريمي ايه؟ انت هتستعبط. بقول لك ايه؟ معلش انا كل اسئلتي هتبقى عبيطه، استحملني شويه. هو ايه اللي جوه العلب دي بالظبط؟ غريبة. ده كامل قال لي انك نسيب شافع بيه. ايه؟ هو مرتفق ولا ايه؟ يا نهار اسود على ده زمان. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني طب صعبك يا ابني، زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزلة. انت زي ما طلعلوش امر اعتقال فورا. ممكن يا فندم، بس بتهمة ايه؟ يا سلام، لو هو لما يثبت مخبر ويتطول عليه ويتعدى عليه اثناء خدمته، دي مش جريمة؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان سيادتك عصبي شوية النهاردة، وعشان كده انا مضطر افكرك. المراقبة اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن النيابة. اعتقل الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره. الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. مش فاهم. الواد جاب الجرايه دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على ما عودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم. انما دلوقتي خلاص الواد من دول بيخش في السياسه وباقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير، بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم؟ سيادتك لما بتعتقل واحد من البهوات اللي بتقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكي عليه. ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير.
انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبه. لو قربنا ناحيه اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجي لك من منظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دوليه او محليه. خلاص يا سيدي ما تحسسنيش ان انت بتحسدني. طب ما حضرتش ايام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد لي يومين. المهم يا باشا عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما تفرعنش علينا بعد كده. واحد الا ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ في هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره؟ في ايه يا محمود؟ انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر؟ ده انت تلاقيك ما طلعتش بسريه يا حد، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي؟ انت اللي وضحك عند امي؟ انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب بيهم ترامادول. عيب، وانا هطوح عن امك، انا نفحتها مياه حته واحده. مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم. وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم. اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي ده انت حنبلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لو ما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا ابني؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تروح بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومانع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تذلنا بيهم؟ طب اقعد يا نهار. يا راجل اسكت بلا، دي معرفه يا راجل. اقعد. انا عايزك. اوعى يا عم، مش عايز اعرفك يا عم. انا عايز اكلمك يا هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين حالا هكون عندك. افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني، افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده. يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه ايه؟ تعال اتفضل ادخل. تعال تعال ادخل. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا بن، ازاي ده بيتك؟ احنا اللي ضيوف هنا. بس يعني يا احمد ما قلناش انك جاي. اما ما بيعرفش،
اصل امي محلفاني اكبس عليه اشوف اذا كان عنده بنات ولا لا. ما شاء الله لقيت عنده اولاد وبنات. هو في ايه؟ تعالى انا هفهمك زي ما انتوا يا جماعه كملوا الدار امان. في اولاد وبنات. تعالى بس. يلا يا محمود. انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه. اه سمعت عنه. بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه، فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه مظاهره كبيره جدا. على فكره احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان متراقبه. بص انا مش هكذب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي. اه كده انا فهمت، الشقه متراقبه واحمد مرصود. ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقولك احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس الحقيقه حاجه تانيه خالص هتحصل. اه بتتكلموا بالسيم يعني؟ لا السيم ايه؟ اللي فعلا هيحصل، في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش مراقب بيخططوا له، يعني قرب الوقت هيبقوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنتوا عملتوا ايه بس؟ نقول لهم النبي. على فكره اليومين دول مضايقين علينا جدا. بقول لك ايه؟ ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه وقال خسرانه خسرانه؟ مش خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست. امال احمد فين؟ قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه. لا لا احمد مش بيشارك خالص في حطتان خطط، اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه. بلسم بلسم كلامك بلسم، عارفه بيخلي الواحد قاعد معرفش كده. انت عارفه انا كل لما افتكر ان احمد خلاني اوكلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت. انا ايه اللي جابني السعاده ما اعرفش. اتجننت يالا؟ ايه يا باشا، مش الشرطه في خدمه الشعب والشعب عايز توصيله، ولا حضرتك اكبر من الشرطه والشعب؟ تعرف ان انا لو ضربتك بالنار دلوقتي ما خدتش فيك يوم سجن؟ مش هتبقى تعدي على مطاردات خاصه؟ لا وهتمسكني سلاح وتقول اني كنت بحاول اسرقك زي حكايه لفافه البانجو بتاعت خالد سعيد. في الخيال يا باشا، عيب لما الدوله تكون صرفت عليك دم قلبها تفكر زي المخبرين. عايز يالا؟ انت اللي عايز مني يا باشا. ما ماشي ورايا مخبرين ليه؟ رسالتك في النشاط الديني برضو؟ أنا مالي ومال النشاط الديني؟ أصحيح ده حضرتك بتخدم الدكتور شامل. إلا قولي هو المخبر وصلك الرسالة اللي بعتها لك امبارح؟ أنت عارف لو الإشارة فتحت دلوقتي وأنت لسه قاعد بتلوك وتعجن كده هفتح الباب وأرميك منه. أنا عامل حساب بس عشان في الشارع. لا وفي عربيات وناس، أنا عامل حسابي برضو. بس اسمح لي إني أبدي إعجابي بحضرتك وجدعنتك مع صديق عمرك، بجد حاجة محترمة وشيك جدا. بس تفتكر هيكون رد فعله إيه لما يعرف اللي عملته في أخته اللي ائتمنك عليها وسابها أمانة في رقبتك لما راح البعثة؟ تفتكر برضه مهما كان الراجل متعلم ومتحضر هيقدر ينسى اللي حصل؟ إذا كان ابن الناس الغلابة اللي زيي حالف إنه هخلص فيك طارق العاير اللي راجي أجهضته. إيه؟ مستغرب إني عارف؟ أنا أعرف عنك حاجات كتير. واقسم لك بالله لو ما بعدتش عني وعن راجيه لاكون موزع فضايحك في منشورات مش بس لام عيالك، لا لحبايبك في النشاط الديني اللي انت مبهدلهم وفيها اسمك وعنوانك وصورتك. ده تحذير وقد اعذر من انصر. سلام. اخوه ده جاله امتى؟ امبارح بس يا باشا. اسمه ايه؟ محمود يا باشا. قال لك ايه تاني البواب على اخوه؟ قال لي ان احمد نبهه انه ما يقلقش لما يلاقي محمود داخل وخارج عشان هو جاي يقعد في اسكندريه سعادتك، ده حتى عملوا نسخه من مفتاح الشقه. وده اشتغل فين بقى؟ ما يعرفش، بس هنعرف. طيب.
انا عايز الواد تحت المراقبه، الواد ده اللي اتعمل له قريه الرئيس بتاعت رشيد. عايز الملف بتاعها وعايز اكلم الضابط اللي عملها. عندي ليه كام سؤال كده، عايز افهم العيال دي ايه ظروفها بالظبط. انا مش فاهم بتلم حالتك ليه؟ ما تقعد يا كبير، ده البيت بيتك. يا راجل بجد يالك الكلام ده؟ هو بصراحه مش هنك من هنا حاجه تفرحني، بس مضطر اني اقفش فيك عشان تقعد. حياه امك اكبس على نفسك، وكل ما يجي اصحابك يشرفوا افتن عليك عند امك. ها؟ لا يا كبير، اعمل اي حاجه غير انك تقول لامي، انا مش قدها. ايوه كده تعدل. خد بالك من نفسك، ولو نفسك هفتك انك تقابل مواطنين طبيعيين في حالهم، معاك عنوان الورشه ومعاك عنوان السكن. خد بالك من نفسك. وانت كمان. سلام يا كبير. سلام. مؤاخذة بقى يا اسطى، اتأخرت عليك معلش. ولا يهمك هندسة، أنا عارف إن الفراق صعب. الابتسامة دي مش مستريح لها خالص يا أخي، مش عارف إذا كنت بتنمرني ولا بتتكلم بجد. بس أنا قلت لك بلاش تيجي معايا، أنت اللي ركبت دماغك يا اسطى. بص يا باشمهندس، أنا أول ما جيت من طنطا على اسكندرية لقيت ولاد حلال كتير قوي وقفوا جنبي، فديني برد جمال ربنا يا أخي. وبعدين بلاش موضوع يا اسطى يا اسطى يا اسطى كتير ده، خلي البساط أحمدي، قول لي يا باشمهندس. انا نفسي الاقي اوبشن يدلت الابتسامه بتاعتك دي يا اخي، انا خايف وشك يشقق من الضحك. اتفضل. اللي اقول له هندسه ما تاخذنيش، يعني ايه اللي رمى اخوك الرميه دي؟ ده احنا طالعين من زخانيق لزخانيق زي ما اكون طالع من بيت الزواحف. انا عارف بقى، ريقي ناشف معاه، واد مخه ناشف ودماغه فيها بلغه. معلش ربنا يصلح الحال. انت ما عندكش اخوات يا سمعه؟ عندي، عندي اختي الصغيره زي القمر، بس ربنا يقدرني بس واعرف اجوزها. هيقدرك وهيرزقك من واسع، ربنا يخليك ليهم يا سمعه يا رب. طب ايه، يلا نطلع نصر نوقف تاكس. تاكس؟ انت مش لسه بتقول لي بتجهز اختك تاكس مين؟ وقف لنا مشروع يا عم. طب يا اهو اهو جه. يلا يا اسطى يا اسطى، تعالى يا حوده يا اسطى. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احب اعرفكم الباشمهندس محمود عبد الناصر، وباشمهندس دي مش بحكها معاه ولا مجامله، لا ده باشمهندس بجد، يعني معاه شهاده من كليه الهندسه بس الزمن جرى عليه. طب وما وديتوش الهيلتون ليه بدل ما تجيبوه هنا؟ ما احنا ما لقيناش اوضه فاضيه على البحر. في ايه يا عم، ما تهدى علينا. انا اقصد يعني جرى عليه الزمن وشغله في ورشه. في ايه يا عم عاصم، الراجل زيه زينا هنا، هيدفع ثمن السكنه. طب يا سيدي ما قلناش حاجه، بس المهم انه يعرف قوانين السكن هنا عشان ما يحصلش يعني خلاف زي ما حصل مع اخونا عبد الحميد. الواحد مش ناقص وجع دماغ. بالله عليك يا اسماعيل، احنا بنيجي هنا عشان نستريح مش عشان نتخانق. ده على اساس انك بتهدي النفوس كده. مين الحاج، رئيس اتحاد الملاك ولا مين؟ هو انا وجهت لك الكلام اصلا؟ ساتر يا رب. ما في ايه يا عم عاصم، انت ما تهدى يا عم علينا شويه تتكنا. انت بتصدق تشوف حد عشان تتخانق معاه؟ ما قلنا لك 100 مره يا اخي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سينفضوا. هو انا يا اخي طبعي كده، مالك ومالي؟ لا لا لا، استنى يا شيخ عاصم بقى، ده انت تستاهل بوسه. ده انت خليتني اول مره اشوف وشه من غير ما يبتسم، ده انا كنت ابتديت اقلق عليك والله. لا اله الا الله، اهو رجع تاني غتت يا شيخ عاصم، ولا اقول لك يا استاذ عاصم، ولا انت ما بتتسماش اصلا؟ مش مهم تناديني اصلا، المهم انك تعرف ان النور هنا بيطفي الساعه 9:30 بالليل. ليه؟ هو احنا في ملجا ايتام؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، احنا ناس بنشقى وبنصحى نصلي الفجر كل يوم، عشان كده لازم ننام بدري. اما بقى اللي ليه في السهر وعامل لي فرفوش، اسهر بره الشقه. وبعدين ما فيش هنا راديو ولا ام بي 3 واخواته، ولا حتى غنى بصوت عالي. بالنسبة للنسوان انت بتهزر. بقول لك ايه، ما تجادلش كتير لان الجدال منهي عنه. اسمع اللي انت عايز تسمعه، هات لك سماعتين والزقهم على ودانك بشكرتون، واقعد بقى ارتكب في المعصية براحتك. انما احنا بقى ما تجبرناش ان احنا نرتكبها معاك. تعال تعال يا محمود. اليسا نزلت. تعال تعال اقعد. في ايه يا عم؟
ده ما تخشش معاه في نقاش. عاصم ده حرسد، وبعدين انت شاغل بالك بيه ليه؟ انت هتيجي كل يوم مهدود اصلا عن النوم على طول. الله، افرض اني مش عايز انام يا اخي. هنبقى نطلع في الروف جاردن يا سيدي، نلعب طاوله ودومنه وكوتشينه كمان. بس تلعبوا بصوت واطي عشان اعرف ننام. اتفضل يا سيدي. الله الغني، في 60 قهوه حوالين المنطقه، اشي على الترام واشي على البحر، وهناك بقى هنرتكب كل المعاصي. هنلعب على المشاريب ونحتسي السحلب والجنزبيل. بص انا احتسي البريل اللي بلغها. ايوه. مين الاخ ده اللي ساكت كده ليه؟ ده اللص عبد الرحيم عوض الله، اجدع كهربائي بر مصر. مساء الفل يا عم عبده. مساء الخير يا ابو عمو. انت نازل عبد الرحيم؟ طب معلش والنبي لحسن نسيت اجيب سجاير. ممنوع شرب السجاير جوه الاوضه. بقول لك ايه، ما تحاولش، كان غيرك اصلا. انا مش هضربه، انا هولع فيه بس. الله يجازيك يا حوده، ده انت ربنا بعتك ليا نجده من السماء بدل الاثنين الاثمين اللي انا قاعد معاهم. ده انا قاعد في مستودع نكد يا راجل. تعالى بقى نطلع بره في الروف جاردن نضرب سيجارتين. طب استنى بس عندي عبد الرحيم يجيب لنا سجاير. يا سيدي هو مش خارج، هو بيقعد كده. بيقعد كده يعني ايه؟ ده لابس الجلابيه والعمه واللاسه وماسك عصايته. ايوه يا سيدي، ما هو بيجي من الشغل يقلع العفريته ويلبس الجلابيه واللاسه والامامه والعصايه وكانه كبير الرحميه. جيب لي حط صوتك احسن، تخنه هو اخر. ما تقلقش، مش ده اللي يخوفك من عبد الرحيم. امال ايه اللي يخوفك منه؟ ما تستعجلش، اتك على الصبر. ايه يا رب البيت اللي انا جيت فيه ده؟ ايه يا عم البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ مسيرك يا سيدي تتعود عليه. انا بقول الضحكه لزقت في وشك ليه؟ اتاريك لسعت يا اسماعيل من القعده مع دول. لا ما قلتليش. ايه رايك في المكان؟ شوف، طالما الحمام فيه ميه يبقى كل حاجه عظمه. لا، ميه ايه؟ ده ميه سخنه وميه بارده ودش من اللي هو السماعه ده اللي بيتحرك. ده الحاج جابر مدلعنا على الاخر. عندنا ثلاجه وعندنا بابور من اللي بيتحرك في كل حته في الاوضه ده كده. والله. طب ده احنا كان عندنا تلفزيون بودكودر من اللي بيجيب الاوروبي، بس منه لله بقى اللي ما تسماش. يا بدل ما تدعيني اني بشيل عنك السيئات اللي كنت هتاخدها. يعني بتشيل عني الضرايب اخويا؟ الله يهديك يا عم عاصم. بقولك يا حاج عاصم، هو انت ما فكرتش تتجوز؟ من فضلك حاج، دي كلمه لا تقال على سبيل الدعابه كده، تقولها لمن ادى فريضه الحاج فقط. يا نهار اسود، اتاري الواد حسين طلع منحرف بالنسبه لك. تقصد ايه بالكلام ده؟ صوتش حاجه يا اخويا، صوتش حاجه. انا نازل اجيب سجاير عشان اشربها بره. حد عايز حاجه من تحت؟ عايز حاجه من تحت يا عم مرحوم؟ ايه البيت ده؟ ممكن احط الشنطه تحت السرير ولا لازم اتاكد انها طاهره الاول؟ يا رب البيت ده. السلام عليكم. البوم اليسا الجديد اللي ازعاج. معلش، معقول انتوا نمتوا الساعه 12؟ لا، ده احنا اللي بننام بدري. او مين حضرتك؟ انا جاي اسال على محمود عبد الناصر اخويا. اخو انت احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تعالى يعني. هو محمود لسه نايم دلوقتي يعني، انا صحولك اهو. كان نفسي اقول لك اتفضل بس مش. لا لا، كتر خيرك، بس حضرتك ممكن بس تصحيه وانا هكلمه وانا واقف على الباب. طيب، وهو بقى يبقى يشرح لك. ها، هو ده جامد. في ايه يا اسماعيل؟ في ايه يا اسماعيل؟ مين يا اسماعيل اللي جاي في ساعة زي دي يا اسماعيل؟ احنا مش قلنا مفيش زيارات بعد 9؟ معلش يا عاصم، ده اخو محمود بس جاي له، واضح انها حاجة مهمة. ايه ده؟ احمد اخوانا؟ يا ناس! عيب ما ينفعش كده. احنا ناس ورانا شغل وبنجري على اكل عيش، يعني 9 النوم دي من حقنا برضه. بقول لك ايه، ما تخليش اتغاب على امك النهارده. امي وابوك وخالتك وجوزها، انت جبت اخرك معايا اتخمد. في ايه يا احمد؟ انت كويس؟ انا كويس كويس. وابوك وامك كويسين؟ لا لا كويسين. شوف اهو، بيقول لك كويسين.
لازمته ايه بقى الازعاج ده؟ انت هتردحلي، ده انا هفتح ارضك. خلاص يا حوت، خلاص يا حوت، ما تهنش نفسك مع الواد ده. خلاص ايه ده، انا هكشم له انا في ايه يا جدع؟ انت ايه يا جدع؟ انت يعني مصمم انك تهزق نفسك وخلاص؟ طب ايه رايك بقى ان اخوها يخش ويشرب شاي ويلعب دومنه ووريني بقى هتعمل ايه؟ لا لا لا، كتر خيرك يا استاذ، تعالى بس محمود عايزك دقيقتين. بس لما اجيلك، لما اجيلك. لا تجيلي ولا اجيلك، انا ليا كلام تاني مع الحاج بس اول ما اشوفه، عشان انتوا كده بتهرجوا. ايوه انا عارف كويس اللي زيكم لو تساب لكم الباب مفتوح هتقلبوا السكن ده جزيره الشيطان. انا اسماعيل احب اقول الحق، الحق ما بيزعلش يا اسماعيل. ما خلاص يا عاصم، خلاص هي شغلنا، ما هو طلعوا بره اتخمت بقى. على فكره يا اسماعيل، انت اول مره تعلي صوتك عليا، مش هنسهلك ابدا. ما هو انت يا اخي اللي كلامك مستفز يخلي الحجر ينطق. ما تقول حاجه يا عبد الرحيم، ده يصح عندكم في الصعيد؟ يصح ان يجي لك ضيف يستنجد بيك تقوم تعامله كده؟ يصح ان الاستاذ يعامل محمود قدام اخوه الصغير كده ويكسفه؟ دي الشهامه؟ دي الجدعانه يا جدع؟ عيب عليك. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه بس كده ليه؟ ليه تنرفزني وانا الدكتور مانعني من النرفزه عشان السكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسامحك يا عاصم، الله يسامحك. بقول لك ايه؟ قوم معايا نطلع على المستشفى نعمل عليها اشعه على كون اتكسرت. لا يا عم ولا اتكسرت ولا حاجه، هو الرباط الضغط خلاها كويسه. نفسي اعرف بس ايه اللي خلاك تعمل كده؟ افرض كنت وقعت رقبتك اتكسرت، كنا هنعمل ايه في امك؟ انا مش جايلك عشان تديني محاضره، انا مش ناقصك. امال جاي عشان افرح بيك؟ انت هتفضل هربان لحد امتى يا احمد؟ بتسال نفسك السؤال ده؟ قصدك ايه؟ وانا هربان؟ امال سبت رشيد ليه؟ سبتها بمزاجي، بدور على شغل. لا سبتها عشان هربان، مش عايز تواجه حقيقه انك مهما مشيت جنب الحيط مش هتاخد من البلد دي حاجه. وانت لما نطيت فوق الحيطه خدت ايه؟ رجليك اتكسرت وكان ممكن تبقى رقبتك لا سمح الله. انا عيده تاني. بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت اقعد اتناقش معاك، في عربيه مستنياني تحت ولازم اتدرى يومين على ما الدنيا تهدى. ايه شغل الافلام اللي انت معايش نفسك فيه ده؟ بقول لك ايه، انت هتقوم معايا دلوقتي، هنطلع على منى المحاميه تسلم نفسك ونشوف الناس دي عايزاك في ايه. مين اللي معايش نفسه في افلام؟ انت لو شفت شكل الحمله اللي جايه تقبض عليا تقول جايه تقبض على بن لادن. هما المره دي ناويين على نيه وسخه وفيها حبسه طويله. انت عارف بقى انا لو اتحبست امك هجرى لها ايه؟ ولو فضلت هربان هنعيش كلنا في تبات ونبات؟ اهو نص العمى ولا العمى كله، طالما انا هقدر اكلمها كل يومين ثلاثه هي هتطمن. طب هتقعد فين اليومين دول عشان اطمن عليك؟ والله لسه معرفش. ولا انت هتعمل تنظيم سري عليا معفن؟ انا اخوك يالا. لا والله، بس فعلا كل ما اسال على حد الاقيهم يا اما قبضوا عليه يا اما راحوا سالوا عليا انا وغيري عنده. بس ما تقلقش، عليا سكه ورا سيك. طب بقول لك ايه؟ قوم تعالى معايا نام جوه يلا، وسيري شيلنا احنا الاثنين يلا. وتفتكر الاخ اللي جوه ده هيسكت؟ ده ما كانش طايق نفسه لما شافني على الباب. اخ مين ياض؟ ده انا مفخورك. لا يا عم الاحسن يروح يشتكيك عند صاحب الوش، انت مش ناقص. ياض عيب يالا، واخوك عيل. قوم خش نام معايا جوه. وانا هخلي الواد اسماعيل بكره يدور لك على شقه مفروشه الدبان الازرق، مش هيعرف طريقك. ما تقلقش، صدقني في حد مستنيني تحت. حد مين؟ حد وخلاص. المهم خلي بس الشنطه دي عندك يومين، هي بس شيله وانا عايز افضل خفيف. فيها ايه الشنطه دي؟ يعني فيها قنابل، متفجرات، بعض الاسلحه الجرثوميه. يعني هيكون فيها ايه يعني محمود؟ يعني كتب وملازم الجامع. عامه اول ما الاقي حته انا هعدي اخدها بنفسي. لا يا حبيبي مش هتعدي، انت هتكلمني وهتديني عنوانك وانا اللي هجيبها لك عشان اطمن عليك. تصدق اسمي اشعر من الجمله دي؟ هو انت امي؟ ده انت اخويا وانا طايقك بالعافيه. الله يخرب بيتك، نفسي اعرف بس بتعمل كده ليه يا احمد؟ بس هعمل ايه بقى؟ دماغك زلطه مفيش فايده. وانت يعني اللي دماغك خصايه؟ ما انت دماغك انشف من دماغي، بس ماشي في السكه الغلط. شوف الواد اللي جاي يرمي بلاه على الناس، يعني هربان ورجليك مكسوره وجاي تقول ماشي في السكه الغلط؟ استنى قاعد هنا، خد رايح فين؟ خد دول. يا عم هو انت ليه تاكل؟ وبعدين انت ناسي ان انا راجل متمول من بره؟ يا شيخ اتنيل، يا ريتك متمول كنا اطمنا عليك، لما طالع فقري زي ابوك. معاك فلوس بجد؟ ايوه معاك. طب فك لي ال 200 جنيه دي 50، خد بالك من نفسك يا ابن الكلب. وانت كمان يا ابن نفس الكلب.
لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام يا كبير. يا تزك على رجلك براحتك ما تقرص عليها. ماشي يا كبير. سلام يلا. ممنوع ركن هنا يا باشا. معلش بقى دفعة مش لاقي مكان. ما انت شايف العربية صغيرة ازاي. عايز الحق القداس. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا هندسة بس متأخرش. رايح فين الباب من هنا؟ هشتري كارت شحن. متأخرش طيب. خلي بالك من العربية. فجروا كنيسه ماري جرجس يا فندم. نهار اسود امتى حصل الكلام ده؟ من 5 دقايق تقريبا. بيقولوا في ناس كتير ماتت فوق ال 100 واحد. 100 واحد؟ كلم طارق بيه خليه يحصلنا على هناك. حاضر. يلا بسرعه. حاضر يا فندم حاضر. سلام. اتأخرتي قوي. انا خلصت كل الاكل اللي سبتهولي ونمت عشان اهرب من الجوع. من هنا والشفا. يلا ايه الدلع ده كله؟ كله تمام يا فندم. داليا سلمت الظرف لمرات هيثم وطارت قبل ما حد يشوفها. زمانه دلوقتي ايه بيلف حوالين نفسه. صحيح انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت مش مشغل التلفزيون؟ ما انا خفت يعمل صوت فخوفي يسمع. ده انا حتى قفلت الموبايل. على فكره شكله دخل من ساعه. لا تتعدى الست سنوات. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ فجروا كنيسه مار جرجس. ايه؟ امتى؟ من ساعه تقريبا. انت عرفتي منين؟ وهران الخضيري ساكنه هناك بتقول لك الدنيا مقلوبه عندهم وفي ناس كتيره ماتت. يا حرام ده النهارده كان عندهم قداس. نادي الكلب يا مجرمين. طبعا ما البلد متسابه لهم على البحري. وبتوع امن الدوله بدلا ما يركزوا معاهم مركزين معانا احنا. الجزيره مش جايبه حاجه ليه؟ انت مش بتقولي من ساعه؟ استحاله يكون الخبر وصل لهم. بنقول ان الشاعر او الفنان عامه تخيل التلفزيون المصري هيجيب حاجه زي دي. استني بقى لما ينزل خبر على العربيه والجزيره وبعدين هم يبقوا ينزلوا. يعني على الناس اللي ماتت أكيد فيهم أطفال وستات. وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمة دي، زيها زي اللي قبلها، آخرهم ينزلوا يلموا في العيال المدقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص. ومش الإرهاب الديني ده بتاع الباشا برضه؟ ما هو لو كان شايف شغله صح ما كانش ده حصل. بدل ما هو عمال يعتقل بتوع الإخوان ويجند مشايخ السلفيين. يا نهار أسود. الكنيسة دي جنب الشقة اللي ساكن فيها محمود. طب وإيه يعني؟
انت فاكر عملوا ايه يوم كنيسه محرم بيه؟ نزلوا على كل الشقق المفروشه اللي حواليها عشان يلموا العيال المدقون عشان يعملوا من وراهم شغل. طيب اخوك ماله مال الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي دقنه قد كده، اكيد متسجل عندهم، خصوصا ان الشقه جنب الكنيسه. طب ما تقلقش، هما حتى لو جم هيقعدوا على الراجل ده بس مش هيجوا جنب اخوك، ده راجل في حاله وهما لسه مطلعينه. انت بتعمل ايه؟ لازم انزل اروح. تنزل تروح فين بس؟ انت ناسي الشنطه اللي انا سايبها عنده فيها ايه؟ اه صحيح، تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز اجازف، ده لسه طالع من مصيبه امي كانت هتروح فيها. يا ريتني كنت جبت الشنطه هنا. طب انا خايف يعملوا حمله مداهمه وانت هناك. ما تقلقيش، هم طول عمرهم رد فعلهم بطيء، هيقعدوا يلفوا حوالين نفسهم الاول ويفكروا، ولو ما لقوش حد يلبسوها له هينزلوا يعتقلوا عشوائي. لازم انزل دلوقتي. طب انا مالك، انا مالك. افتحي يا راجل، افتحي، مين معاك؟ انا سامع صوته. هي حصلت؟ وادي المخبأ اللي امن اتضرب، هودي الشنطه فين بقى؟ افتحي يا راجل، مش عايز اعلي صوتي واعمل فضايح. افتحي. هاتي مفتاح عربيتك. اول ما تخلص تكلمني، فاهم؟ خلي بالك من نفسك، لازم اشوفك النهارده. ايه؟ افتحي. فين الحيوان ده؟ معلش يا دكتور، انت مش غريب، ده مين؟ اديك هات. هتعدي بالسهل؟ ما عاد عينا بالك قد ايه؟ يعني يومين ثلاثة كده مش فاكرة. ما هو معلش بقى يا شامل، ما هو هيثم صاحبك هو وزمايله مطلعين له أمر اعتقال، ما اقفش جنبه يعني؟ وبعدين بذمتك أنت يا شامل، بذمتك يرضيك أشوف جوزي بيتبهدل قدامي وأقف أتفرج عليه؟ جوزك؟ هو أنت فاكر إن أنا ممكن أدخل راجل غريب أوضتي؟ عيب عليك، عيب. ده أنا بنت أصوله متربية كويس. اخص عليك. ايوه اهلا. ازيك يا ابو حميد؟ اخو الغالي، تعالى اتفضل ادخل. محمود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب انا كنت جاي بس اخد الشنطه عشان طالع رشيد دلوقتي. اجيبها لك؟ طب اشوف لك محمود شايلها فين الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لقيتها لك؟ تعالى هنا، دي حاجه الراجل ازاي تديها له؟ ايه يا جدع انت، ما هو خرج راجل يا جدع، في ايه؟ لا مش هينفع ياخدها. يعني ايه مش هينفع؟ دي شنطتي يا ابني. زي ما سمعت كده، دي مش كرخانه، دي شقه محترم. ايه يا اسماعيل؟ ايه يا اسماعيل مالك؟ واي حد يزق باب الشقه برجله يدخل ياخد اللي هو عايزه، وهي مش كده. ايه انت هتعمل لي حدوته؟ بس ده مش اي حد، ده اخو جامد. ها ودي حاجته، وهو مديها له قدامي عينيا امبارح بالليل. بقول لك ايه يا عم اسماعيل؟ بلا جامد بلا طار يا عم اسماعيل، مفيش الكلام ده. بقول لك يا عم اسماعيل مش هياخدها. افرض احنا اديناها له وهو خدها وجا هو ما لقاهاش، يقوم بقى هو يسرقنا ويوجع دماغنا. ايه في ايه يا عاصم؟ انت تتحول ولا ايه؟ ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ما تبقاش رخم، الراجل بيقول لك لازم يسافر بالشنطه رشيد. خلاص يكلمه في التليفون يقول نديهاله نديهاله. يا سيد كلمته تليفونه مقفول. لا ما هقول لك ايه، بص ده حيطه سد، ده خالص مش هتعرف تاخد منه عقد نافع خالص. اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن. تعالى بقى نطلع بره اعمل لك شاي لحد ما محمود يجي هو على وصول. طب مش هو كان معاك في الورشه؟ هو راح فين؟ هقول لك ايه، بس راح يقضي مشوار وخلاص. تعالى بقى اعلق لك على الشاي وهتشم شويه هوا بره تحفه. كتر خيرك، بس فعلا انا مستعجل ومحتاج الشنطه فورا. وانا قلت لك مش هتاخدها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي اقدم واحد في الشقه دي، يعني تقدر تقول بحكم امير الشقه. امير ايه يا عم الحلو واحنا في جماعه؟ بصفتك ارخم واحد في الشقه. انت ولا بتبص لي كده ليه؟ ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمه امير دي على لسانك. والله انا ما بجيبش حاجه من دماغي، ده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح. اذا كنتم ثلاثه فامروا احدكم. طالب الولايه لا يولى يا سيدي، ما انتش لوحدك اللي عارف شرع ربنا. انا بقى
خلعتك من الولايه وهاخد الشنطه وامشي. استنى انا هنا بقى. محمود يكلمني يا عم اسماعيل. خد يلا سكي. ايه ده مهار سكي يا اسماعيل. وانا اللي بقول عليك امير. اقعد يا عم بقى خلاص. اهدى ده اخد جامد يا عم. اثبت عندك ولا حركه محمود عليك. بقول لك اثبت عندك ما تتحركش. انا ثابت اهو. اهدى بس في ايه؟ مش عايز اسمع صوتك يخلص خالص. مش مصدق ان محمود ممكن يشهد بالكلام ده. ليه؟ ده احنا ما فيش حد فينا اذى في حاجه. والله بقى الكلام ده تقوله له لما تواجهه في النيابه. الراجل قرر يشتري دماغه ويلبسك انت وعاصم وعبد الرحيم الصعيدي في القضيه ويطلع منها هو واخوه. ايوه بس ليه؟ لما ما فيش حد فينا عمل حاجه اصلا، ايه لازمته الكلام ده؟ يعني انت مقتنع انه يظهر كده صدفه قبل التفجير بكام يوم ويستلم الشغل وهو جاي عن طريق حد من الجماعات المتطرفه؟ اخوه قبل التفجير بليله واحده يجي ويسيب شنطه فيها طريقه صنع المتفجرات. وفي اليوم اللي بعده يحصل التفجير في الوقت اللي بيختفي فيه من البيت وبيرمي الجت على بنت الراجل اللي شغال عنده عشان تبقى حجة غياب. البنت جت فعلا وأقرت ان هي شافته، لكن صدفة. هو طلب منها ان هي توصله لمكان معين ووصلته وسابته ومشيت، وعندها اصحابها هيشيلوا بالكلام ده. بعد التفجير بوقت قليل يجي اخوه عشان ياخد الشنطه اللي فيها ادله اللي بتحطها موضوع شبهات. طب ما تاخذونيش يعني يا بهوات، لما انتوا عارفين كل الكلام ده عنه مصدقينه ليه؟ مين اللي قال لك اننا مصدقينه؟ امال احنا جبناك هنا ليه وخليناك تقرا الكلام ده مع انك المفروض تتواجه بيه في النيابه؟ وشيلنا الغمامه عن عينيك وخليناك تشوف وشوشنا مع ان ده ما حصلش مع اي حد من زمايلك. ليه عملنا كده؟ عشان وثقنا فيك وصعبت علينا انك بتتدبس في شيء القضيه انت مالكش دعوه بيها. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي يا فندم؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ ولا حاجه. من حقك تعرف ايه اللي بيتقال عنك وتشوف ممكن تعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ ايه يا دكتور؟ خلصت معاه؟ ايوه يا فندم، بس هو حصل مشكله مش متوقعه. حصل له ايه يعني؟ للاسف مات سيادتك. يا نهار اسود، يموت ازاي من جرعه مخدر؟ ما زميله خدها وزي القرد. واضح ان كان عنده مشكله في شريان في قلبه. سيادتك انا مش متاكد اذا كان ده السبب فعلا ولا لا، بس اللي متاكد منه ان حصل له هبوط حاد في الدوره الدمويه سبب الوفاه المفاجئه. بقول لك ايه يا دكتور، ما تسيب الكلمه دي لاخواتنا بتوع الطب الشرعي هم يقولوا رايهم فيها. انت ليه مش عايز تعترف ان انت غلطت وزودت له جرعه المخدر شويه فمات؟ ما تزعلش يا دكتور، نقص المعلومات الطبيه بس بيعمل مشكله. اي حاله وفاه سببها هبوط حاد في الدوره الدمويه، يعني الطب الشرعي ما غلطش والدكتور ما كدبش، مش كده يا دكتوره؟ تمام سيادتك. طب وهنعمل ايه في المصيبه دي؟ مصيبه ايه بس؟ ده بدل ما تفرح ان احنا مسكنا اللي نفذ تفجير الكنيسه. مبروك يا شباب، مبروك. معلش بقى يا ابو السباع، واضح ان عاصم ما عملش حساب للعشره الطويله وقرر هو كمان يبيعك. يا اخي كل واحد بيعمل لمصلحته. بس ده تقريبا قال نفس الكلام اللي قاله محمود. ده عمرهم ما اتفقوا على حاجه. يهم يتفقوا عليا انا؟ شوف بقى يا اخي، والغريب انك تشوف عاصم ده بدقنه الواسطه لغايه ركبته وكلامه دايما عن الدين، تقول راجل ايه العيب ما تطلعش من بقه.
لكن تقولي بقى ساعة الجد والواحد لما بيتزنق بيضطر انه يكذب عشان ينجي نفسه. معلش يا اسماعيل معلش. لا معلش ايه سعادتك، ده انا ممكن اواجه الواد اللي اسمه عاصم ده واحط صوابع الاتنين في عينيه. حتى لو حطيت صوابع ايديك ورجليك في عينيه مش هتفرق للاسف. البقاء لله يا اسماعيل. عاصم انتحر من كام ساعة. انتحر؟ تخيل طول الوقت بيتكلم عن الله وعن الرسول وفي الاخر يموت كافر. الدنيا دي مش مضمونة ابدا يا اسماعيل. كده النيابة ممكن ما تاخدش باعترافه، واي محامي يقدر يطعن فيه. وطبعا عبد الرحيم النيابة مش هتاخد معاه حق ولا باطل وتحوله لمستشفى الامراض العقلية. كده يبقى ما يبقاش فاضل غير كلمتك انت قصاد كلمة محمود. لو شهدت ضده هو واخوه وعبد الرحيم واعترفت انك كنت فعلا جزء من خلية ارهابية عشان تدمر الكنيسة، هنعتبرك شاهد ملك وهتطلع براءة من القضية، وكمان هنوفر لك الحماية في مكان محدش يعرف عنك فيه أي حاجة، وهنشغلك في الحكومة بمرتب ثابت كمان. كفاية كده ما تضغطش عليه، هو لازم يكون مقتنع عشان الشهادة قدام النيابة والمحكمة مش سهلة وعايزة تركيز. سيبه ياخد قراره براحته. تصنيع المتفجرات حصل من خلال المنشورات اللي كان أحمد أخو محمود عبد الناصر بينزلها من على شبكة الإنترنت، وعملنا محاولات كتير قوي، ولما كنا بنفشل كان محمود عبد الناصر كان بيشجعنا وبيحمسنا ويقول لنا إن اللي إحنا بنعمله ده مش عشان خاطر مصلحة حد فينا، عشان خاطر مصلحة مصر. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه؟ سيادة الرئيس محمد حسني مبارك. ليه يا إسماعيل كده؟ كان بيجي لنا تمويل من الخارج زمان، بس الأوقات الأخيرة دي والله العظيم كانت صعبة أوي، عشان كده اتجهنا إلى الوسائل شبه البدائية في تصنيع القنابل البدائية المحلية، واللي شجعنا كذاب والله العظيم كذاب إنها اتفجرت بقنبلة شبه بدائية محلية اللي هي بيبقى جواها المسامير دي، وده اللي خلى أجهزة الأمن والحكومة يعني لم تعثر على الجناة الحقيقيين. واللي شجعنا ورسم لنا الخطة هو المهندس محمود عبد الناصر بعد ما كان أخوه بيراقب الكنيسة لفترات طويلة، ودي شهادتي والله على ما أقول شهيد. أحسنت، صلح الغلطة دي في المونتاج وبعت لي الشريط. نفسك ليه يا عبد الرحيم؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيب احسن؟ انت عايز تنقطني قاعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خالد، مالك جاي زي الحريقه كده؟ احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه؟ يا ابني هما كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهرباء يا ابو خالد؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت، يقولوا لي يعني انت معترف اهز راسي واسكت، وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟ طب هو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه؟ ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشه وعايشه زي الفل، احسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الاقل هنا الدنيا امان. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي تكذب كل الكلام ده قصاد النيابه يا عبد الرحيم. همالنا يا محمود، انا مش طالب نيابه واصل، ومش هنشهد وما فتحش بوقي بكلمه، اشك خلقاتي. حمواتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى ايه يا محمود؟ تعالى
لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه كما يقول العوام. الف صلاه عليك يا نبي. ها هديت شويه؟ ينفع نتعرف ولا نتخانق انا وانت عشان تفضي شحنه الغضب اللي جواك؟ لا العفو، انا محمود عبد الناصر. انا الدكتور ابراهيم عبد الحميد. انا مهندس زيك بس انا في الطاقه النوويه. تشرفنا يا باشمهندس. ايه مالك مستغرب ليه يا سيدي؟ سمعتك سباك. سمعت ايه؟ انا ما عملتش الجريمه اللي هم لفقوها لي دي. الله، وانت شايفني باخدك بالحضن وبقول لك ينصر دينك يا استاذ خليفه؟ ما نص اللي انت شايفهم دول ما عملوش اي تهم. والنص التاني؟ لا كذب خيبه. في العائدون من افغانستان، وفي العائدون من البانيا، وفي العائدون من الشيشان. ده اذا اعتبرت ان نصره المستضعفين في الارض تهم اصلا. بص بقى يا دكتور، انا بقى العائدون من بورسعيد وما بحبش اتناقش في مشاكل الناس، انا فيا اللي مكفيني. طب اهدى بس اهدى، مفيش مشكله ملهاش حل، كل مشكله بتتحل بالتفكير. اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان على ما تصفون. يا دكتور شفت لسه شحنه الغضب جواك. اهدى بقى بالله، خلي ايامك السودة دي تعدي على خير. اهو الصعيدي فرحان اهو جاب دول اهو. فاكر ما هيقدر يعمل ايه يعني؟ ما ياما يا راجل قلت لك بلاش الرومانسيه الثوريه بتاعتك دي. لعلمك بقى في ناس اكبر واهم من اخوكي ده 100 مره وما بيقدروش يحطوا عينهم في رائد امن دوله. ايوه بس انا اخته يا منى، اخته. هكلمك جد ولا هتزعلي مني؟ والنبي يا منى بلاش هزار دلوقتي. طيب ماشي نتكلم جد. اولا انت ليه مقتنعة جدا كده ان اخوكي مش زعلان عليكي؟ لا يا راجل اكيد طبعا زعلان جدا ومتضايق، بس في الاول وفي الاخر الغلطه كانت غلطتك. بصي يا حبيبتي انا عارفه الحاجات دي حصلت ازاي وفي انهي ظروف وان الكلب ده استغل ضعفك، بس برضه كل الحاجات دي ما تديش لاخوكي القوه انه يقف قدامه. زعلتي من كلامي؟ لا خالص والله، بس انا صعبان عليا احمد من اللي هو فيه. واخديها بسببي، بس انا مش هسكت، هطلع على الاعلام واحكي قصتي مع هيثم واقول ان هو السبب في تلفيق القضيه لاحمد واخوه. عارف بقى الكلام ده تعملي بيه ايه؟ تكتبيه في مدونه وتحطيه على النت. واحنا كده بينا وبين بعضينا نعمل له شير بقى تويتر فيسبوك كده. ولا اقول لك تحبي تصوري تحطه على اليوتيوب، واذا بتوع امن الدوله حبوا يطنشوا كده ويسيبوه كام يوم ماشي كام الف واحد هيقراه. طب على الاقل نحاول يا منى، نحاول. هيرفع عليكي قضية سب وقصف، وقانونيا للأسف هيكسبها لأنك ما عندكيش أي دليل على كلامك، وساعتها بقى بصراحة مش هتبقي ساعتي أحمد خالص. لا أنا مش مصدقة المهانة دي، بجد مش مصدقة. ما أنتِ عارفة كويس أوي إن في ناس كتير حياتها بتتدمر تماماً على أسباب أفهم من دي. أنتِ كده بتطمنيني صح؟ لا مش صح. أنا كده بحاول أكوي جرحك عشان يخف بسرعة، عشان تعرفي تفكري. بصي انا حاولت افهمك انت واحمد قبل كده، انتوا ما حبيتوش تفهموا، قلت لكم بلاش تحدوا الضابط ده، بصوا لقدام. ساعتها قلتوا عليا ان انا بقيت اصلاحيه ومبقتش ثوريه وكلام كده. بصي انا مش زعلانه منكم خالص، بس دلوقتي ارجوكي اسمعيني وحاولي تفهمي. انتوا مش واقفين قصاد ضابط امن دوله، لا انتوا واقفين قدام جسم عملاق لنظام قمعي ومتوحش، لو حد فكر يلمس منه شعره بيلف يحارب بكل قوته. عارفه ليه؟ عشان ما يستجراش يفكر يعمل كده تاني. يعني ايه؟ اسكت وايأس وخلاص؟ ده انا حتى مش عارفه اكلم احمد واطمن عليه.
لا ما تقاسيش، ان شاء الله هتكلمي مع احمد وهتشوفيه وهتطمني عليه وهيطلع براءه كمان. على فكره يا راجل انا مش ساكته، انا بعمل كل حاجه عشان اجيب ملف القضيه، ولما بقى فعلا ملف في ايدي انا بقى هشوف بنوا القضيه دي على اساس ايه، وهمسك الاساس ده واهده طوبه طوبه. مع الكمين ونزول أقوى مسلحة إلى الشوارع في العاصمة. الجدع جدع والكمان هنعمل ايه يا دروة؟ مش عارف، بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب؟ ايوه لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم جوه العنبر. انت لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. فدي عندك حق، احنا اتدربنا مع الناس دي والعالم، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر. بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروح فين؟ نروح اي حته مش مهمه. ما بدهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزينا. خليها على الله. يلا عبد الرحيم اجري. ده ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والع جوه؟ يا ولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي، لحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه الثانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده نوصل لاقرب حته يا اخي، ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. هنعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم يلا توكل على الله. عبد الرحيم، مش قلت لك يا صاحبي حظي ذكر؟ ضليت عمري هربان من الرصاصة، ما كنتش عارف اني اخدها هيني. ما تقلقش ان شاء الله بسيطة، انا لازم اوقف النزيف ده بأي طريقة. ما تضيعش الوقت واسمعني كويس، اسمع اللي اقول لك عليه يا محمد. يا محمود اسمعني انت يا عبد الرحيم وبلاش تكلم كتير. انا ما اسميش عبد الرحيم، انا اسمي موندي، موندي بخيت عبد الرازق ابو العيله، من جنه، من بلد صغيره اسمها التمساحيه، تمساحيه جنب رزيقات.
مش هتوه، مش هتوه يعني لو سألت عليها. أمانة، أمانة، أمانة عليك يا شيخ، أمانة عليك يا شيخ. تروح لأهلك وتقول لهم مدة قتل خلاص، تخليهم يبعدوا عن ولدي، ما ياخدوش بالطرب منه، ما عدلوش الطرب. عايز أواصل. أنا مش هسيبك، أنت سامع؟ أنا مش هسيبك. إحنا هننزل هنسلم نفسنا عند الناس اللي تحت وهم هيعالجوك. أنا لو نزلت هنزل لوحدي. بقول لك أنا مش هسيبك يا مندي. اسمع اللي بقول لك علي يا محمود، ما تضيعش الفرصة يا صاحبي، ما تموتش الحقيقة، ما تدفنش الحقيقة في الصحراء. أنت لازم لازم تنزل وتثبت براءتنا يا محمود، مفيش حد غيرك هيقدر يعمل كده. روح يا محمود، الله الله يرضى عليك. روح وادخل وادخل. سلام يا مولاي. سلام يا سلام يا ولد خالي. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. روح يا محمود، ما عايزينش نبقى اتنين. روح. ده بالنسبة لسجن مرج سعادتك، أما بالنسبة لسجن وادي النطرون فالجيش سيطر على كل العنابر بتاعته، والوزارة بعتت قوة إضافية عشان تعزز الحراسة عليه. في ناس اتقتلت حوالين السجن من الجنائيين، وناس اتقبض عليها في كمين الصحراوي، وناس الأهالي قبضت عليها وسلمتها للجيش. بس الغريب يا فندم إن مفيش حد من بتوع الجماعات الإسلامية دي هرب أو حتى حاول يهرب، ولما دخلوا عليهم العنابر بتاعتهم لقوهم قاعدين عادي خالص وكأني مفيش أي حاجة بتحصل حواليهم. محدش هرب من المتهمين في قضايا إرهاب غير محمود عبد الناصر وعبد الرحيم الصعيدي. هيروحوا فين؟ هيقعوا. انا خايف يا فندم يهربوا بره البلد وزي بتوع حماس ولا حزب الله وما نعرفش نجيبهم تاني. ما يهربوا، هنعمل لهم ايه يعني؟ ازاي سعادتك؟ ازاي ايه؟ مش هي دي الثوره اللي هم فرحانين بيها؟ خليهم ينبسطوا يا سيدي ويستمتعوا بيها قوي. احنا نضحي بنفسنا ونوقع تنظيمات ارهابيه ويجي شويه عيال يجروا البلد للفوضى. انا خايف يا فندم ان حد من العيال اللي هربوا دول يبتدي يشتغل على عمليات جديده. ما يشتغل ولا يتنيت. خلي الناس تفوق بقى، تعرف مين اللي بيحميها ويخليها تنام في امان ومرتاحه البال بدل كلمه اسقاط النظام اللي ماسكينها البنات بقهم دي. واحنا سعادتك هنقعد نتفرج على حكايه الاعتصام دي اللي شل حركه البلد اذا كان هنا ولا في مصر والسويس وباقي المحافظات؟ هنسيب شويه عيال زي دول يلعبوا بمستقبل البلد يا فندم؟ ومين قال لك ان احنا هنسيبه؟ قريب قوي هتسمع اخبار كويسه جدا. احنا مش ساكتين وشغالين كويس. هم معاهم الشارع واحنا معانا الدوله. خلي الشارع ينفعهم بقى. We'll be right back.
يا رب تكون وصلت بالسلامه زي ما قال لي شادي. الاكل ده بيتي مش من الشارع، مامي اللي عاملاه مش انا عشان تطمن. سخن وتعامل، تلاقي الاكل بيتي وحشك. انا مضطره اسافر القاهره وهرجع قبل ميعاد حظر تجول باذن الله. انت ممكن تلاقي شباب جايين من الاعتصام مخصوص عشان يستحموا، ما تقلقش لو لقيت معاهم مفاتيح. حاول ما تنزلش البيت الا لما اشوفك الاول. لو عاوز تنزل اي سبب قهري ده رقم موبايل منى. الحمد لله على سلامتك. خالص يا شيخ، مش عارف اتفرج على اللي بيحصل. في يا منى؟ امي جرى لها حاجه؟ ابويا جرى له حاجه؟ شد حيلك يا محمود، احمد اخوك استشهد النهارده الصبح من دار التحرير. ايه؟ احمد مين؟ احمد مين؟ انا اسمي محمود. احمد ما كانش لوحده، شباب كتير قوي اتقتلوا النهارده في دار التحرير، عددهم ياما مش عارفه قد ايه. شد حيلك يا محمود، شد حيلك، شد حيلك. عايز اشوف اخويا بس يا احمد. عايز اشوف احمد. عايز اشوف احمد. عايز اشوف احمد عبد الناصر اللي هتشوفوا صور استشهاده النهارده وهو بيتقتل بدم بارد على ايدين القناصه في قلب ميدان التحرير. لازم تعرفوا انه قبل الثوره اتلفق له قضيه ارهابيه هو واخوه بتتهمهم بتفجير كنيسه في اسكندريه. تخيلوا بقى اللي هتشوفوا صور استشهاده وهو فتح صدره للرصاص الحي وهو اعسر معهوش اي سلاح. ده متهم هو واخوه ان هم ارهابيين في غايه الشراسه لدرجه ان هم فجروا كنيسه. اللي لفق لهم القضيه دي ضابط حقير في امن الدوله فرع اسكندريه في قسم الجماعات الاسلاميه اسمه هيثم خليل. ملفه اسود وقذر وياما وقع تحت ايده ناس اتعذبت واتقتلت. انا بقول اسمه على الملا علشان خلاص الناس دي ما عادش ليهم حصانه، لان البلد دي دفعت ثمن حريتها غالي قوي من دم ولادها اللي زي احمد. مش بعيد بكره تلاقيهم مطلعين كلابهم في كل وسائل الاعلام يقول لك اهو ادي واحد من اللي بيقولوا عليهم شهداء طلع ارهابي هو واخوه. انا بس عايز الناس تفكر وتسال، هو في ارهابي ويفجر كنيسه كمان؟ يعني يقدر يوصل للمتفجرات في اي لحظه، ينزل يطالب بحقه وحق بلده في قلب ميدان التحرير وهو معهوش حتى مطوه. القضيه دي اتلفقت لاحمد واخوه علشان خاطر البيه الحقير هيثم خليل ضابط امن الدوله كان بيتحرش بمرات احمد اللي هي زميلته في الكليه، والموضوع ده ما عادش يتسكت عليه وخلاص لازم يطلع للنور، وقريب قوي هنعلن عن كل تفاصيله. وللاسف احمد واخوه لا خضعوا لتحقيقات عادله ولا وقفوا قدام القاضي الطبيعي. احمد فضل هربان لحد ما استشهد، ومحمود اخوه خافوه ورا الشمس ويا عالم هو فين دلوقتي، ومش بعيد يقتلوه هو كمان عشان يداروا الحقيقه. انا بقول لكل الناس اللي بتشوفني وبتشوف كلامي وبتسمعني، لو البلد دي ضيعت حق احمد في العدل وهو حي، مش لازم ابدا حقه يضيع بعد ما استشهد وهو بيجيب لها حقها. يا ابني قارب عون الله عارف ومتاكد ان ربنا مش هيضيع حق ابني هو اخوه، ولما النظام الفاسد ده يغور في 60 داهية لازم الناس هتعرف حقيقة الكذب اللي كانت عايشة فيه أكتر من 30 سنة. لازم الناس تفوق وتصحى، لازم الناس تعرف. تعالوا شوفوا بيعاملوا ولادنا ازاي جوه بعد ما قتلوهم. هم عايزين منهم ايه تاني؟ خايفين منهم بعد ما قتلوهم؟ تعالوا يا مصر، تعالوا شوفي شبابك اللي زي الورد غرقانين في دمهم مرميين جوه المشرحه مضروبين بالرصاص في صدرهم وفي دماغهم.
مش عايزين يدونا تقارير طبية مظبوطة. ليه؟ عشان ايه يعني؟ هما بيحموا مين؟ بيدافعوا عن مين؟ لازم يعني نتجمهر ونعمل مظاهرة ونهدد باقتحام المبنى. احنا هنقتحم المبنى ده دلوقتي. لازم يعني عشان يعاملونا كبني ادمين. احنا مش هنمشي من هنا يا اخوانا، ولا هنستلم جثث ولادنا، ولا هندفنهم الا بالتقارير الطبية الصحيحة المظبوطة. احنا ما بنخافش من ضباط امن الدولة، وعارفين ان هم بيضغطوا على الدكاترة، لكن برضو في دكاترة شرفة بيخافوا ربنا، وعارفين ان مفيش حاجة تنفع الانسان لو باع ضميره. احنا هناخد تقارير طبية سليمة صحيحة وهنحاكمكم بيها انتوا واسيادكم، واحنا وراكوا زمن طويل. ده ايه شغل المسرح ده؟ ايه ده؟ ده ناقص يقول لك ان افلتوا من عدالة الارض، لا انت افلتوا من عدالة السماء. ابنك اتقتل يا حاج، الله يرحمه، يعني لازم يلبسها فينا؟ ما البلد مفتوحة لقود المتآمرين، وأجهزة المخابرات كلها بتشتغل علينا، أي حد يتقتل يبقى إحنا اللي قتلناه. خد يا ابني. طيب يا باشا. عايزين نتكلم فرع رشيد عشان نتابع معاهم جنازة الواد لما توصل هناك. إيه؟ مالك مستغرب كده ليه؟ أنت مش سامع أبوه بيقول إيه؟ بيقول لك خلاص، لا اللي هيعمل لهم التقرير اللي يرضيهم. يعني أكيد استلموا الجثة وهيستلموها. وواد أخونا هربان ده بقى أكيد هيظهر عشان يحضر الجنازة. أكيد مش هيفوتها. بس هيثم بيه الأوضاع هناك متوترة أكتر مننا. وحركة الضباط في مدينة صغيرة زي مدينة رشيد دي بتبقى أصعب من هنا طبعًا. أنا قلت عايزهم يقبضوا عليه من أول مرة. أنا عايز أعرف هيوصل فين في رشيد. أكيد مش هيوصل بيتهم طبعًا. أنا عايزهم بس يتابعوه. يعرفوا هو فين ويبلغوا الشرطة العسكرية. وهم يتعاملوا معاه بقى زي ما يتعاملوا مع المساجين الهربانين. ايه؟ مش هنعرف نوصل لمعلومات كمان؟ امال فين كارما المخبرين اللي شغال معاهم؟ الواد ده ارهابي ومحبوس بامر قضاء. انت مش شايف بيقول علينا ايه؟ بيشنعوا علينا بيقولوا كلام رخيص؟ ايه؟ هنسكت لهم؟ شوف للظابط اللي كان ماسك ملف الواد ده، خليه يجيني او يكلمني. يلا خلصنا. حاضر يا باشا حاضر. يعني ايه؟ يعني ايه مش هتقدر توصل لمعلومات؟ احنا بنهزر؟ انت اكيد هتخليني الجا لرئيسك المباشر واعرف بالظبط انت بتشتغل ايه؟ ما هو سيادتك لجأت له، وهو ده اللي مخليني موجود عند حضرتك النهارده. حضرتك كلمني اسأله ده اذا كان موجود اصلا في مكتبه. ليه يعني؟ انا قاعد على مكتبه اهو، وكله هنا قاعد على مكاتبه. انتوا ايه؟ المبنى عندكم مش متأمن؟ الوضع هنا يا غير عندنا. حضرتك لو كلمت اي حد في المحافظات او الاقاليم وهو هيقول لك. بعدين الموضوع ما هوش بنزول المكاتب. احنا فعلا عندنا قدام المبنى في مدرعات، ونقدر نتعايش في مكاتبنا، ناكل ونشرب وندخل الجيم ونتابع الاخبار من خلال الدش زينا زي غيرنا. بس قول لي بصراحه، تقدر دلوقتي تنزل من مكتبك وتروح تعمل مداهمه لاي حد من الجماعات المتطرفه في بكوس مثلا؟ بلاش. من يوم 28 حد رد عليك من الشيوخ اللي كانوا رهن اشارتك؟ حاولت انك تطلب اي حد من عناصر الاخوان واللي كانوا بيجوا لك هنا ورجلهم فوق رقبتهم، حتى لو طلبتهم في انصاص الليالي؟ انت جاي تحقق معايا ولا تتعاون معايا في المهمه اللي انا طلبتها منك؟ انت كده بتتجاوز حدودك، وهبلغ رؤسائك. سيادتك انا مستعد اتعاون معاك في اي مهمه تطلبها، بس اللي انا اعرفه عن طبيعه عملي ان مش ضابط عمليات خاصه هنزل اقبض على ارهابيين. انا وظيفتي جمع معلومات وبس. وانا طلبت منك غير كده؟ تمام. حضرتك جهز لي مخبرين اللي يقدروا يشتغلوا في ظل الظروف الامنيه اللي احنا فيها. وفر لي الحمايه ليا انا شخصيا، وانا بجمع لك المعلومات. اقول لك تعال ننزل مع بعض تحميني واحميك، ونجمع المعلومات اللي انت عايزها، وعلى الاقل نبقى بنضحي بنفسنا عشان خاطر بلدنا. انت تقصد ايه؟ ما اقصدش غير اللي انا قلته. حضرتك تأمرني بحاجه تانية قبل ما اروح.
اصل انا اتاخرت على الولاد قوي وهم بيقلقوا عليا. اتفضل يا فندم. مش نوديه لحد يبص عليه الاول يا فندم؟ ليه يعني؟ هيكون حاطط فيه بنص جنيه ديناميت؟ استنى اما نشوف اخر حركات الهبل دي ايه؟ البيبي هددني. معلش يا فندم، حضرتك ممكن تفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ الواد الارهابي اللي اسمه محمود عبد الناصر اللي هرب من سجن النطرون، متهيألي لما يجي لي تحت البيت يعني ويبعت لي رساله تهديد، انا بقى اعصابي هتتعب، وبدل ما هو بيدور عليها ومش عارف يلاقيني، انا اللي هدور عليه عشان الاقيه. طب هو عرف عنوان بيت سعادتك ازاي؟ انا اسف يا فندم، يعني هو عرف شخصيه سعادتك اصلا ازاي؟ ده كانت عينيه متغميه طول الوقت. هو عارف وخلاص. هو في حاجه بتستخبى النهارده؟ المهم مش ده موضوعنا دلوقتي. لا ازاي يا فندم، ده هو ده الموضوع. دي سابقه خطيره جدا، احنا لازم نبلغ كل القيادات ويعرفوا اللي بيحصل ده. تبلغ القيادات؟ هو في حد فاضل حد يا ابني؟ ما انت مش شايف الاخبار اللي بتهبب علينا بالصبح؟ سعادتك سمعت اخر الاخبار؟ بيقولوا انهم اعتقلوا حبيب بيه وحسن بيه عبد الرحمن. ما تصدقش الكلام ده. انا لسه بكلم ناس هناك في مدينه نصر. قالوا ان حسن بيه على مكتبه. وحسب ما اعرف يعني حبيب بيه في الوزاره والجيش مأمنه ومحدش بيروح هناك. ما تخليش الاشاعات تاثر فيك. انا بصراحه ما كنتش مصدق، قلت مش معقوله يعني يضحوا بحد من رجالتهم. مين قالك ان هما ممكن يضحوا بحد من رجالتهم؟ الحكايه كلها ان البلد في ظروف صعبه بس، ولازم نحل العاصفه ونبين للناس ان في حاجات هتتغير بجد. شوف، مصر ما حدش يقدر يحكمها من غير جهاز امن الدوله، حتى العيال في التحرير دي لو مسكوا الحكم يعني في المشمش برضه هيشتغلوا معانا، مش هيستغنوا عننا. جمد قلبك. ربنا يطمنك يا باشا، ربنا يطمنك. والله يا فندم انا كنت بقى قلقان، يعني كل ما اسمع خبر اقول يا ترى الخبر ده بجد ولا اشاعه مطلعها حد من زمايلنا. ما قلناش خلاص عارفين نوحد مصدر الاشاعات. بس يلا كله هيرجع قريب زي ما كان. بعد القرارات اللي طلعت دي العيال المعتصمين دول بقى ما لهمش حجه، يروحوا ويريحوا دماغ امنا. طب لو فضلوا قاعدين سعادتك؟ قاعدين؟ اه ده الناس تاكلهم اكل، الناس خلاص يا ابني مش حمل لا عطله ولا حمل خوف، الناس خلاص مرعوبه. المهم انا عايزك تجيب لي ملف الواد محمود ده وملف اخوه وابوه وكل قرايبه وكل اللي معاه في القضيه، هاتهم لي بسرعه. ليه كده يا فندم؟ مش ساعتك قلت هتتجاهله خالص؟ يا عم ريح قلبي. حاضر يا فندم، حاضر. في حاجات في دماغي عايز اتاكد منها. حاضر. يلا خلصنا. انا محدش يقدر يمنعني اخش مكتبي. ده كلام فارغ. في ايه كمان؟ في ايه ما تفهمني؟ ايه ده يا باشا؟ ما انا قلت لك تاخد الموضوع ببساطه. رفضت؟ ارجوك يا هيثم بيه، انت شايف الظروف اللي البلد فيها والحكايه مش مستحمله توتر خالص. مين فينا اللي مش مستحمل؟ مين اللي طلع القرار ده اساسا؟ واشمعنى انا؟ مش حضرتك بس صدقني، وانا معرفش مين اللي خد القرار ده بالظبط، بس اللي انا اعرفه ان دي تعليمات رئيس الجهاز، ان في مجموعه من الضباط مطلوب منهم ان هم ياخدوا اجازه ويقعدوا في البيت لغايه لما يبقى تصدر لهم تكليفات جديده. نقعد في البيت نعمل ايه؟ هنرضع يعني؟ طب انا ما عنديش عيل في سن رضاعه. خلاص هيضحوا بينا ويخلونا كبش فدا؟ هيثم بيه ملوش لازمه الكلام ده، ويعني ايه كبش فدا وتضحيه؟ ما انت عارف ان الغربال الجديد ليه شد، ومش لازم يعني يتقال في الصحافه ان في تغييرات في جهاز امن الدوله. ده في كلام ان الجهاز نفسه هيتجمد شغله. يعني ايه؟ يعني هيغيروا اسم الجهاز عشان يمتصوا غضب الراي العام. وبيني وبينك خطوه زي الفل عشان الاعلام اللي مهيج البلد يهدى شويه، بدل ما هو مطلعنا قلعه من الشياطين. فانا ذنبي ايه هنا يعني؟ في حد مقدم فيها شكوى؟ ما انا قلت لك يا باشا الموضوع مش شخصي، في اكتر من 20 ضابط حصل معاهم نفس الموضوع، بس هم خدوا الموضوع ببساطه وبهدوء. وبيني وبينك هو في حد طايل يريح في اليومين اللي معلم بيهم غير ربنا دول؟ انا يا سيدي انا بحبش ارتاح،
ما بحبش ابقى مش فاهم، عايز افهم بس ايه اللي خلاهم فجاه كده يقول لك نقعد في البيت؟ ده شويه شويه بقى يقدمونا للمحاكمه، بيقول لك انا خربت البلد. صدقني والله ما فيش داعي للقلق، كل الحكايه زي ما انا عرفت من ناس مهمه ان في تغييرات في جهاز امن الدوله. يعني ايه؟ يعني في ناس هتسيب الجهاز وتروح اماكن احسن بكتير. احسن بكتير ازاي يعني؟ هنروح الكهرباء نلم مخالفات؟ هو في حد هيستجد ينزل الشارع يلم مخالفات؟ دي كانت ايام حلوه وراحت. ماشي، في حاجات ليا في المكتب جوه، حاجات شخصيه لازم اجيبها بنفسي. حاجاتك الشخصيه توصلك لحد عندك هيثم بيها، كلام كتير كده. اتفضل بقى. صباح الفل. يعني ايه محدش كان عامل حسابه يا ابني انت؟ اللي حصل ده مؤامره. ايوه مؤامره ما يتسكتش عليها. يعني ايه هنعمل ايه؟ هنفضل كده نتفرج ساكتين؟ يا سلام، لحد ما نروح في داهيه كلنا ونلاقي نفسنا متورطين. يا ابني افهمني بقى افهم. مفيش حاجه اسمها حرصة ودن للقيادات. ان شاء الله الموضوع لو دخل في الجد محدش هيروح في داهيه غيرنا احنا. افهم بقى افهم. ويعني ما قلقش ليه؟ طبعا قلقان. يا ابني عارف ان الواد خلصان وخلاص وضايع، بس محدش عارف الظروف فيها ايه. ما هو انت اللي وديتنا في داهيه. لو كنت سمعت الكلام لما قلت لك خلص كنا خلصنا. حنيت قلبك ده هتودينا في داهيه. اما نشوف يا سيدي. بس اسمع اسمع، الواد ده لو اتكلم مش هروح في داهيه لوحدي. ها خلي بالك. يعني المهم مش هنقف نتفرج كده. يعني ايه توصل له ازاي؟ مش محتاجه فقاكه يعني. هتوصل للصحفي اللي اسمه عمر هيوصلك ليه. مش محتاجه تاخد فيها فرقه بقى. اخلص. الحمد لله على سلامتك يا اسماعيل. يا اسماعيل انت مش فاكرني؟ انا محمود عبد الناصر ورشه اسكندريه الحاج جابر. طب فاكر عاصم الله يرحمه؟ طب عبد الرحيم الصعيدي اللي كان بيقعد يعيط طول الليل يا اسماعيل؟ طب بلاش، فاكر لما شفتني مع بنت الحاج جابر وافتكرت ان في بينا حاجه؟ مش معقول تبقى مش فاكرني يا اسماعيل. هم اكيد هددوك. ها اكيد هددوك. عايز اقول لك ان البلد قامت فيها ثوره، انت مش هتصدق اللي حصل. احنا اقتحمنا مقر امن الدوله. فاكر المقر ده؟ اكيد عذبوك فيه، واكيد كمان وروك جثه عاصم عشان تخاف وما تتكلمش. انا عارف ان انت ما مضيتش عشان خايف ولا عشان اغروك بحاجه، انت خفت من البهدله. اسماعيل عبد الرحيم اتقتل. ابوس ايديك انت. أنا ما عنديش حد غيرك يتكلم ويقول اللي حصل قصاد النيابة. انطق يا إسماعيل. آه آه باشا، حاضر يا باشا، أنا هقول كل حاجة يا باشا، والله العظيم، والله العظيم هقول كل حاجة يا باشا، أقسم لك بالله هقول كل حاجة، بس بلاش، بلاش يا باشا، لا، آه 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 يا باشا خلاص يا باشا، هقول كل حاجة بس بلاش، لا بلاش، بلاش يا باشا خلاص خلاص خلاص. شد، ما عندوش فكرة عن أي حاجة خالص يا محمود، يلا بينا قبل ما الأمن يجي. استنى، مش معقول يبقى مش فاكر. هو خايف. اسمعني يا إسماعيل، أنا عارف إن أنت خايف. صدقني سكوتك مش هينفعك، الناس دي ممكن توصل لك هنا وتعمل فيك اي حاجه، اي مصيبه. ابوس ايديك يا اسماعيل، تعالى معايا على النيابه، انا ما عنديش غيرك يتكلم. خلاص يا باشا يا اسماعيل. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. بس بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي يا باشا، لا اختي، لا ابوس ايدك يا باشا، والله العظيم انا كلب معاك يا باشا، هقول على كل حاجه، كل حاجه عملتها وما عملتهاش هقول يا باشا، والله انا معاك. بلاش اختي، ابوس ايدك، بلاش اختي يا باشا، بلاش اختي. هنا محمود نمشي من هنا قبل ما الامن ما يقبض عليك في اي وقت. يلا بينا يا اخي بالله عليك عشان خاطري. ابوس ايدك بلاش بلاش. محمود يا قلبي. محمود محمود يا قلب امك، يا قلب امك حبيبي يا ابني.
ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك. ده عيالك يا حبيبي، ده عيالك من كل قلبي. بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ولا اله الا هو. خد بالك من كلمة، كل كلمة هتقولها جوه يا حبيبي. يلا ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك يا محمود. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. وانا عبد الرازق محاميه، وده موكلي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. جاي يسلم نفسه. اتفضل. خير. حكي محمود. انا يا فندم جاي اسلم نفسي. سلم نفسك في ايه؟ انت متهم بايه؟ انا اسمي محمود عبد الناصر، خريج كليه هندسه ميكانيكا جامعه القاهره. انا اساسا من رشيد يا فندم، يعني وكنت بتعرض لمضايقات كتيره جدا من ضباط امن الدوله عندنا في رشيد. استنى استنى. بعت لي الكاتب يا ابني. واحدة واحدة كده وتيجي من الأول. اتفضل. سيادتك الكلام الموجه ليا ده كلام مختلق ولا أساس له من الصحة، وده لسبب بسيط جدا. إن أنا كنت خارج مصر تماما في الفترة اللي المدعو محمود ده بيدعي إن أنا لفقت له قضايا وعذبته وما إلى ذلك من الاتهامات. معانا يا فندم ما يثبت ذلك. بعد إذنك يا فندم. معانا شهادة من وزارة الداخلية بتثبت إن أنا كنت في أجازة مرضية لإصابة عمل أثناء القبض على تنظيم إرهابي تم فيه تبادل إطلاق النار. أيوة يا فندم. هتلاقي كمان في صور من الأخبار اللي نزلت عن التنظيم ده وحكاية تبادل إطلاق النار. وفي كمان صور للقتلة. أكيد حضرتك كنت متابع الموضوع ده. بس زي ما أنت عارف بقى طبيعة شغلنا ما ينفعش يجيبوا سيرة إصابات. وفي كمان يا فندم تقارير من مستشفى الشرطه بحالتي الطبيه. ممكن حضرتك برضو تستشهد بالدكاتره اللي اجروا لي العمليه واستخرجوا الرصاصه. حتى كمان هم اللي كتبوا لي الاجازه اللي امتدت لفتره طويله لحد الثوره. ده حتى الثوره قامت وانا في فتره نقاهه يا فندم. طيب ايه رايك في الفيديو المنشور على الانترنت واللي اتذاع في قنوات كتير وقتها؟ وفي اعترافات للمدعو اسماعيل جاد بيحكي فيه عن علاقته بالتنظيم اللي كان هو عضو فيه، وحكى تفاصيل المدعو محمود عبد الناصر بيتهمك انك اكرهته عليها. حضرتك واجهني بالشخص ده واتحدى. اتحدى انه يثبت انه يعرفني او شافني او ليه علاقه بيه اصلا. انت ما تعرفش انه اسماعيل ده دلوقتي في مستشفى الامراض العقليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا اعرف منين يا فندم؟ الموضوع ده يعني لو كان بيتنشر في اخبار او كده. انا حاليا مقل جدا في متابعة الأخبار. سيادتك عارف من بعد الثورة كل الأخبار ما تصرش. هو بس في نقطة قانونية يا سيادة النائب أنا عاوز أقف عندها، وطبعا سيادتك سيدي اللي عارفين بالقانون. الشريط يا فندم، الشريط اللي معاليك بتتكلم عنه، هل تم تقديم أصل الشريط إليكم؟ وهل يمكن لنا الاطلاع عليه لمعرفة ما مدى علاقته بموكلي؟ لا الحقيقة اللي عندنا يا سيدي هيا متاخدة بالإنترنت. بس إحنا خطيبنا التلفزيون المصري يجيب لنا الشريط الأصلي اللي اتذاع في برنامج صدى البلد. وخطيبنا العلاقات العامة في وزارة الداخلية تجيب لنا الشريط اللي وزعته على كل القنوات الفضائية. تمام يا فندم، وأنا برجو من معاليك اطلعنا على الشريط فور استلامه لفحص طبيعة الاتهامات الموجهة لموكلي بسببه. طبعا سعادتك سيدي اللي عارفين إن حجية ما ينشر على شبكة الإنترنت قانونا حجية ضعيفة. يا ريس دلوقتي أي حد بينزل أي حاجة على النت في أي وقت وفي أي حتة. آه والله. أيوه بس في تاريخ لنزول الفيديو على الإنترنت يتناسب مع تاريخ نشر القضية في الجرائد. يا معالي النائب احنا ما انكرناش اللي نزل في الجرائد. انا هنا لا لأناقش وجود قضية من عدم. انا بتكلم في نقطة تانية خالص، الا وهي ما علاقة موكلي بالقضية؟ مسألة وجود قضية وما اذا كان المبلغ قد تعرض فيها لظلم ام لا، دي حاجة تخصه هو ما تخصش موكلي. على العكس برضه يا فندم،
أنا هكون متعاطف معاه جدا. حضرتك عارف إن كل جهاز في الحلو وفي الوحش، بس للأسف بقى بعد الثورة الناس بقى بتعمم الوحش على الكل. ده حتى قضاءنا الشامخ بيتعرض لده، وأكيد حضرتك متابع. رغم إن الشعب المصري ثقته أبدا عمرها ما تهز في قضاءنا العادل أبدا. قول لي، هو مين اللي كان مسؤول عن النشاط الديني في فرع أمن الدولة في اسكندرية أثناء فترة أجازتك؟ مفيش حد غيري يا فندم. أنا كنت بتابع الشغل من خلال البيت، وأعتقد لو في قضية زي دي خرجت من عندنا أكيد هبقى عندي علم. هو حضرتك متقدم عند حضرتك يعني أوراق رسمية تثبت إن اللي اتقبض عليهم دول كان من خلالنا؟ لأن القضية لما بتكون كبيرة قوي كده لازم رئيس الجهاز بنفسه يكون عنده علم بيها، وأعتقد حسب علمي يعني هو بيتحقق عندكم هنا معاه في أكتر من قضية. أكيد لو حققته معاه طبعا هيرميها على اللي تحت منه، ويمكن يتهمنا أنا كمان أو حد غيري. بس زي ما حضرتك عارف اللي يثبت أنا موقفي سليم ولا مش سليم أكيد أوراق رسمية. احنا هنجيب منين ورق رسمي بعد تقريبا كل مقرات أمن الدولة على مستوى الجمهورية اقتحمت واتحرقت؟ بصراحة والله يا فندم اللي حصل ده مؤسف وخطير جدا، ما كانش لازم يحصل أبدا. لأن الأوراق اللي جوه المقرات دي أكيد كانت هتنصف ناس أبرياء كتير، سواء ناس من رجالتنا ظلموا ناس أو ناس من رجالتنا متهمين زي حالاتي كده. للأسف الناس اللي اقتحموا الجهاز ما فكروش في كده خالص، فرحوا بالاقتحام وخلاص ثورة بقى وكده. على حد علمي يا سيادة الرئيس إن الورق اللي اتاخد ده كله صور مش أصول، وإن أصول المستندات والوثائق المهمة محفوظة في أرشيف آمن لم تمتد إليه يد المقتحمين. معالي النائب، أنا بطلب من سعادتك إن أنت تخاطب الإدارة المختصة في جهاز الأمن الوطني إنها تمدنا بالمستندات الخاصة بالقضية عشان نفصل ما إذا كان لموكلي دور فيها أم لا، عشان الرئيس يبقى فيه حجية قانونية للقضية من الأساس. معجب أنت قوي بكلمة حجية قانونية دي يا متر، بتستخدمها كتير قوي. سعادتك حجة في القانون يا معالي النائب وسيدي العارفين. الحجية القانونية هي الأساس في شغلنا. يا ريس احنا بقينا في وقت اختلط بيه الحق والباطل. بقى من حق أي حد إنه يتهم أي حد دون دليل أو سند أو ورق موثق يثبت ما يردده من اتهامات. مع إننا في دولة مستندية بنتولد بورقة وبنموت بورقة. وفر الكلام ده للمرافعة في المحكمة يا متر. مش لو وصلنا للمحكمة يا سيادة النائب. أنا آسف يا فندم على تطولي، بس الورق اللي قدامي بيقول إنه موضوع بسيط. زوبعة في فنجان. اتفضل انت لو سمحت. شوف يا محمود، انا متعاطف معاك جدا، علشان كده هتكلم معاك بشكل انساني وشخصي. قضيتك دي يا محمود أغرب قضية عدت عليها في حياتي المهنية كلها. أنت متهم بقضية إرهاب، جيت تسلم نفسك علشان تثبت براءتك، وتتهم اللي عمل فيك كده. بس الحقيقة يا محمود قضيتك مفيش فيها أي ورق في أي مكان في جمهورية مصر. مفيش مصلحة عندها ورق القضية دي، لا السجون ولا النيابة ولا أمن الدولة ولا الداخلية، وحتى اللي كانوا معاك مش عايزين يعترفوا. زملائك اللي كانوا معاك في السجن بتوع الجامعة الإسلامية قالوا إن هم ما يعرفوكش أصلا، ودي الحقيقة حاجة محبطة جدا. إن ضاع منك فرصة إنك تثبت براءتك وتجيب حقك حاجة تحرق الدم. لكن على الأقل في جانب إيجابي في الموضوع، إنك أنت مش محتاج تثبت براءتك. انت دلوقتي بريء، تقدر تمارس حياتك زي ما انت عاوز. واهلي اللي واقفين بره دول مستنيين انا اجيب حقي وحق اخويا اللي اتقتل. اقول لهم ايه؟ اقول لهم اني ما قدرتش اثبت ان مستقبلي ضاع، ما قدرتش اثبت اني اتسجنت وان كل اللي معايا اتقتلوا. طب وامي؟ الست اللي واقفه بره مستنيه حق ابنها اللي اتقتل. اقول لها ايه يا سيادتك؟ اقول لها ان انا ما قدرتش اثبت حقي وانا حي، فازاي هجيب لك حق ابنك اللي اتقتل؟ وانت لو مكاني يا فندم هتعمل ايه؟ والله انا مش عارف اقول لك يا محمود. ربنا معاك. ولما الورق المتستف والمحامين العقر
والقوانين اللي مليانه خرام تضيع مستقبل واحد زيي كان جاي لحضرتك تعشم انه ياخد حقه. برضه هتقول ربنا معاك مش كده يا فندم؟ خلاص يا فندم خلاص. احنا اسفين يا فندم، حضرتك اكيد طبعا مقدر الظروف. ممكن نخلص اجراءات الافراج رسميا؟ هو مش متهم اصلا عشان يفرج عنه. مش انت بعت تاخد العيال المدرسه عشان طنط جت وعايزه تشوفهم؟ طنط مين؟ العيال فين؟ طنط مامتك. لا انت اكيد بتهزر، عايز تخدني يعني؟ دمك تقيل على فكره. هزار ايه وزفت ايه؟ انا من امتى بجيب العيال من المدرسه؟ مش انت بتقدمي كمان كل يوم؟ بالراحه عليا يا هيثم، الاحسن قلبي هيقف. انت مش بعت تاخد العيال المدرسه عشان جدتهم تشوفهم؟ جدتهم ايه وزفت ايه؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ قالوا لي كده في المدرسه لما رحت اخدهم في ميعاد كل يوم، قالوا لي انت بعت واحده قريبتك تاخدهم عشان يشوفوا جدتهم. جدتهم ايه وزفت ايه؟ والبهايم اللي في المدرسه دول لما يعملوا حاجه زي كده ما بيلغوكيش ليه؟ اصل الموبايل اتسرق وانا ماشيه واحد خطف الموبايل وجري. وانا ما حصلت حاجه زي كده، ما تقوليليش. ما هو انا كنت هجيب العيال وبعد كده اقول لك نعمل محضر. محضر ايه اللي نعمله؟ هنعمل ايه في المحضر؟ اكيد اللي خطف الموبايل هو اللي خطف العيال. ايه؟ اتخطفوا؟ انت بتقول ايه؟ نهار اسود. نهار اسود اسكتي. لازم افهم من بتوع المدرسه دول. انا لقيت قمتين النهارده. الو، ازيك يا هيثم باشا؟ عيالي فين يالا؟ انت عارف لو لمست شعره منهم انا عارف اعمل فيك ايه؟ بالراحه يا هيثم، كلمه بالراحه لحسن ياذي الولاد. اهدي بس. شفت؟ اهو المدام قالت لك اهو. اسمع كلامها. عشان طولت اللسان مش هتنفعك خالص. عيالي فين؟ عايز ايه؟ طلباتك. خلي المدام تروح وما تتكلمش مع حد خالص. ده اذا كانت عايزه تشوف عيالها. اما انت اطلع على طريق الاقصر وانا هكلمك تاني اقول لك هتعمل ايه بالظبط. يعني هتكلمني تاني؟ مش لما اعرف هتوديني فين؟ ما تستعجلش. هتعرف كل حاجه بس كله في وقته. وبالراحه على نفسك يا هيثم باشا. عشان لسه مشوارنا مع بعض طويل قوي النهارده. ها، قال لك ايه؟ ولادي فين؟ مشكلتك نحلها معايا انا بس. عيالي ما لهمش اي ذنب. واخويا كمان ما كانش ليه اي ذنب. تفتكر احل مشكلته مع مين بالظبط؟ يا اخي افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. انت ليه عايز تلبسني جريمه ما عملتهاش؟ زي ما انت صممت انك تلبسني جريمه انا كمان ما عملتهاش. وكان ممكن بسبب اللي انت عملته ده يحصل لي زي ما حصل لعاصم او اتجنن زي اسماعيل. كله سلف وديه. خلاص. اعمل فيها اللي انت عايزه. ان شاء الله حتى تقتلني بس سيب العيال في حالها. ايه الحلول الدمويه دي يا باشا؟ انا ماليش في الكلام ده، مع اني ياما اتمنيته عشان افش غلي. بس اكيد سيادتك عارف ان انا لو قتلتك هترتاح، وبصراحه ده حل ما يرضينيش. هيعملوك شهيد الوطن، شهيد الواجب، واللي فوق في علم مصر وجنازه عسكريه، ويمشي في جنازتك عليه القوم. وانا هرجع هربان تاني. انت هتستريح وانا هفضل تعبان، يبقى ليه اريحك؟ طب ليه مثلا ما تجربش شعور ابويا وامي انك تكمل بقيه حياتك من غير عيالك؟ عارف لو كنت اتجننت في نفوخك وعملت في الولاد حاجه انا هطيعك. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلد اديتني حقي مثلا؟
وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني آدم بجرة ألم. تتحكموا في مصائر الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم. ده إرهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على أمن الدولة عشان زمايلك عايزة كده. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت. والناس مش مهمة في 60 داهية. الناس بذمتك يا باشا مش دي حاجة تجنن؟ ده ليه واخد الموضوع كأنه طار بيني وبينك؟ يا أخي أنا كنت بنفذ أوامر وتعليمات وسياسات موجودة في البلد. يعني لو عايز تحاسب حد، حاسب اللي حاطه السياسات دي. الله الله، خلاص بقيتوا كلكم دلوقتي عبد المأمور وبتتكلموا في السياسات اللي كنتوا بتنفذوها غصب عنكم. واكيد طبعا لما جيت لفاق لي القضيه كان قلبك بيتقطع علشاني، وزميلك اللي رزعني التقرير اللي حرمني من الجامعه وخلاني اتمرمط في كل حته شويه اكيد كان بيعيط برضه هو بيكتبه. ده غير ان سيادتك اكيد ما بتنامش الليل من اللي حصل لعاصم واسماعيل. الله اعلم بقى كام واحد وقعوا تحت ايديك وما رعيتش فيهم ربنا. اللي حصل لعاصم ده خطأ مهني، غلطة مش مقصودة يعني. طبعا غلطة مش مقصودة، عشان كده قررت تصلحها بكام جريمة ورا بعض. يا عيني. طب وماله؟ اعتبر برضو اللي حصل لولادك غلطة مش مقصودة. احنا اسفين جدا يا هيثم باشا. عارف لو كنت لمست شعرة منهم مش هيكفيني اقطعك بسناني. هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه، وهتقولي ان اللي فات جم واللي جاي كوب اوسخ. شفت؟ ما قدرتش تكمل في دور الضحيه كتير، بس تصدق ما كانتش لايقه عليك يا هيثم باشا. بس انا عذرك لاول مره اعذرك، ده انا غالي. عايز كام؟ تفتكر حياتهم تسوى كام؟ اللي انت عايزه. نايم على خميره كويسه اكيد يا باشا، صح؟ الا صحيح، هي شغلانه حمايه النظام دي كسب قوي كده؟ اطلب اللي انت عايزه، لو مش معايا هتصرف لك. مع ان اللي اعرفه ان معاك كتير وكتير قوي كمان، بس ما اعرفش. استنى كده اكلم ابويا وامي اسالهم هو دم احمد عندهم يسوى كام. يا عم افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. طب بلاش، نكلم اهل عاصم، اهل عمر، اهل عبد الرحيم، اهل اي حد روحه راحت اوانطة او مستقبله ضاع عشان كان عندك نفوذ. نسألهم حياة الناس دي تسوى كام؟ أنا راجل كنت بخدم البلد، بحميها من الإرهابيين اللي عايزين يدمروا أمنها. بتحميها من مين؟ من أنا؟ من أخويا؟ من أبويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا إن هو يجيب حقوق العمال الغلابة، ولا من عاصم ولا من إسماعيل؟ لا فعلا ونعم الحماية. إحنا آسفين يا سيدي، بس مهما كان برضه الغلطات اللي إحنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجة جنب أمن البلد. انتوا كنتوا بتحموا شخصيات. انتوا لو فعلا كنتوا بتحموا البلد كنتوا حميتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لأهلها. لو فعلا بتحموا البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا أحمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص؟ إحنا بقى المشكلة مصر هتبقى كندا ولا أستراليا لما نسيب مناصبنا؟ وهو انتوا لسه مشيتوا؟ وبعدين مين قالك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته من الظلم اللي فيها. يعني لو قتلتني دلوقتي خلاص كل حاجه هتبقى تمام؟ انا واحد من النظام بقاله 7000 سنه، تقدر تهد نظام بقاله 7000 سنه؟ انت ليه مصمم ان انا عايز اقتلك؟ خيالك ما جابش غير كده. مع اني ممكن اخليك تتمنى الموت كل يوم. انت قلت لي مش هتاذي الولاد. ما تستعجلش على رزقك، هتعرف كل حاجه في وقتها. انت لما تاذيني وتاذيهم ايا كان يعني هتستفيد ايه؟ شكلك هتتحل؟ انت هتبقى كويس؟ لا طبعا، بس احس ولو لمره واحده في حياتي ان انا انتصرت في اي حاجه على اي حد. ولا ايه؟ مكتوب عليا اعيش العمر كله شقيان ومتمرمط. انا ممكن اسجل لك دلوقتي اعتراف بكل اللي انا عملته، وخد حقك بالقانون لو انت عايز. مش ممكن يا هيثم باشا، مالكش حل والله. يموت الزمار وصعبه وبتلعب، وانت فكرك بعد كل اللي عملته فيا ده ممكن اصدق اني هاخد حقي منك بالقانون؟
امال عايز ايه؟ خلصني. ولادك كلها ساعة وهيبقى في البيت. ايه ده؟ ده اللي انت قعدت تعمله في الناس طول عمرك، زي ما لقيت ملفاتي وملفات ابويا وملفات اخويا على مكتبك قررت اعمل لك ملف بنفسي. الملف ده هتلاقي فيه انجازاتك، يعني ملخص لانجازات حياتك، هي صحيح مش مشرفه بس هتلاقي فيه حصر لكل القضايا اللي انت عملتها للناس وظلمتهم والقضاء برأهم، بس انت بقى رميتهم في المعتقل او في السجن من غير اي ورق رسمي. مش بس كده، انت هتلاقي في الملف ده معلومات خطيره جدا عنك، في ناس حبايبك قوي ساعدونا يا هيثم باشا، وبصراحه لولا مساعدتهم ما كناش هنقدر نحط الملفات الخطيره دي، يعني تحركاتك، عنوان بيتك، ومش بيتك انت وبس، لا كل عناوين قرايبك وحبايبك ونسايبك واي مكان ممكن تستخبى فيه ان شاء الله ساعه. بس مش ده المهم، المهم انك هتلاقي في الملف ده كمان معلومات عن كل الشركات اللي ليك اسهم فيها او شاركت اصحابها بمزاجهم او غصب عنهم، سواء بقى فوق الترابيزه او تحت الترابيزه، يعني تقدر تقول مفيش مليم او سهم بتكسب من وراه غير لما هتلاقيه موجود في الملف ده. سيادتك بقى عارف قانون من اين لك هذا، فضايح في البرامج والجرايد. اما بقى بالنسبه للناس اللي بره مصر ما تقلقش، احنا عملنا حسابنا كويس قوي، احنا عملنا موقع سميناه موسوعه الجلادين وما حطيناش فيه العاطل مع الباطل، احنا برضو ناس عندها ضمير، حطينا فيه اسماء الناس اللي ظلمت وعذبت بس، وكل ما يتقفل هنفتح غيره. يعني تقدر تقول كده هيثم باشا هتعيش طول عمرك متراقب وهربان زي او زي ناس كتير غيري انا ما اعرفهاش، وجايز تحسبها وتقرر انك تسافر، بس اعتقد ان هم هيمنعوك من السفر لان في نسخه من الملف ده راحت مكتب النائب العام. زمان راجية وصلت ولادك البيت، ولادك بقوا في حضنك يا هيثم باشا، اشوف بقى هتقول لهم ايه. Thank you.
ترجمة